تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فدك بلس، وأول فقرات هذه الحلقة فقرة المسابقة. فدك بلس، حياكم الله أخواني الأعزاء. سؤال اليوم هو: ما ثواب من يحلل الميت عن الدين؟ هذا هو السؤال لحلقة هذا اليوم. ما ثواب من يحلل الميت عن دينه أو عن الدين؟ الإجابة تكون على موقع قناة فدك وصوت العترة على الفيسبوك وعلى التويتر، والفائز إن شاء الله بين الإجابات الصحيحة يجرى بينهم القرعة. يحصل الفائز من العراق على كتاب تحرير الإنسان الشيعي، ومن كل دول العالم على كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. ما ثواب من يحلل الميت عن الدين أو عن دينه؟ الفقرة التالية مع سيد أحمد الموسوي، وفقرة آية ورواية. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي نعيم نسأل عنه يوم القيامة؟ وهو النعيم ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام، ولاية علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وولده المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نكمل الأحاديث الواردة في ذلك. انتهينا في الحلقة السابقة 3 أحاديث من كتب العامة أهل الخلاف، وذكرنا 3 أحاديث من كتب الخاصة وهم شيعة آل محمد عليهم السلام. الحديث الثالث عن محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد، عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا، وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه، فقال رجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم فيه عند ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل أكرم وأجل أن يطعمكم طعاما فيسوقكموه ثم يسألكم عنه، ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الله يوم القيامة لا يسألكم عن طعام أكلتموه أو شربتموه، وإنما يسألكم عن ولاية محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، كما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لأبي حنيفة لعنه الله عندما قال له: إذا كان الله يسألك عن المأكل والمشرب فيطول حسابك، فالله أكرم من أن يطعم طعاما فيحاسبك عليه. أيضا في الحديث الرابع ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه، عن القاسم، عن ابن محمد الجوهري، عن الحرث، عن ابن جرير، عن سدير الصيرفي، عن أبي خالد الكابولي قال: دخلت على أبي عبد الله على أبي جعفر، دخلت على أبي جعفر وهو الإمام الباقر عليه السلام، فدعا بالغذاء أو بالغذاء فأكلت منه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف ولا أطيب، فلما فرغت من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامك؟ أو قال: طعامنا. قلت: جعلت فداك، ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط، ولكني ذكرت الآية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال أبو جعفر: لا، إنما يسألكم عما أنتم عليه من الحق، وهو حق محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام.
في الحديث الخامس عن ابن بابوي، وهو يتسلسل عن 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 حتى أنه وصل إلى حدثني إبراهيم ابن العباس الصولي الكاتب بالأهواز سنة 27 و200 و200، قال: كنا يوما بين يدي علي ابن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. فقال له بعض فقهاء العامة ممن بحضرته: قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أما هذا النعيم في الدنيا هو الماء البارد. فقهاء العامة يقولون ذلك في حضرة الرضا عليه السلام، يقولون معنى لتسألن يومئذ عن النعيم إنما هو الماء البارد هو النعيم. فقال الرضا عليه السلام: وعلى صوته، أي غضب وعلى صوته، هكذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب. فقال عندما أنه على صوته عليهم، قالت طائفة منهم: بل هو الماء البارد. وقال غيرهم: هو الطعام الطيب. وقال آخرون: هو النوم الطيب. فهنا يقول: حدثني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أقوالكم هذه ذكرت في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، فغضب وقال: إن الله تعالى لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم، والامتنان مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل؟ ما لا يرضى به للمخلوقين يضاف ذلك للخالق، ذلك مستقبح أن يذكر ذلك إلى الله عز وجل وينسب إليه. ولكن النعيم حبنا أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم وموالاتنا يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. فهنا الله يسأله التوحيد والنبوة، وبعد ذلك يسأله الولاية، فإذا أدى ذلك يقول يدخل إلى الجنة بمقام لا يزول. وقد حدثني بذلك أبي عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك ولي المؤمنين. إذن يسأل عن النعيم، عن ولاية علي وولده المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي القبر أول ما يسأل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنك يا علي ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك. فمن أقر بذلك وكان معتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له. إذن الذي يقر بولاية علي عليه السلام فهو إلى النعيم الذي لا زوال له، وهي الجنة إن شاء الله تعالى. فقال لي أبو ذكوان بعد أن حدثني بهذا الحديث مبتدئا من غير سؤال: حدثتك به لجهات، منها لقصدك لي من البصرة، ومنها أنعمك فأدنيه، ومنها أني كنت مشغولا باللغة والأشعار ولا أعول على غيرها. هذا يقول أنه النعيم عنده هو أنه هائم على اللغة والأشعار ولا يعول إلى غيرها. يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم والناس يسلمون عليه ويجيبهم، فسلمت عليه فما رد علي السلام، فقلت: أنا من أمتك. إذن أنه خرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله، وإلا كيف النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يرد عليه السلام؟ فهنا يقول: لم يرد علي، فقلت له: أنا من أمتك يا رسول الله. فقال: بلى، ولكن من حدث الناس بحديث النعيم الذي سمعته من إبراهيم، أي أنه لم تحدثه بحديث الولاية وإنما حدثته باللغة والأشعار. فقال الصولي: وهذا حديث قد رواه الناس
عن النبي صلى الله عليه وآله، ألا أنه ليس في ذكر النعيم والآية وتفسيرها، إنما رأوا أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الشهادة والنبوة وموالاة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث السادس والأخير، وسنكمل إن شاء الله في آية ورواية في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، الحديث الأخير وهو الحديث السادس عن محمد بن العباس ابن مهيار في تفسيره فيما نزل في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن، وهو ثقة. قال: حدثنا علي بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن القاسم بن الضحاك عن أبي حفص الصائغ عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والله ما هو الطعام والشراب ولكن ولايتنا أهل البيت. إذن الإمام يقسم يقول: والله ما هو بالطعام ولا الشراب، إنما هو ولايتنا أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم. إذن ليعتبروا البكرية ومن ضل منهم أن يعودوا إلى النعيم، وهو ولاية علي وولده المعصوم عليهم السلام. إذن عودة إلى الزملاء مع فقرة أخرى. فدك بلس. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد بينا بالأمس بعض الروايات الشريفة التي تثبت أن الإمام السجادي عليه السلام قد لعن أبا بكر وعمر وصرح بذلك، بل وفضحهما وفضح جرائمهما. إلا أن هناك من يقول: ماذا عن بقية الأئمة عليهم السلام، بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه وحتى المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه؟ نقول: قبل أن نرد عليكم بالدليل القاطع على أنهم لعنوهم تصريحا وتلميحا، من المعلوم أن عقيدتنا هي أن ما يقوله الإمام عليه السلام هو نفس ما قاله أو ما يقوله الإمام السابق والإمام اللاحق عليهم السلام، ولا فرق بينهم، فالإشكال ليس في محله. ثم لنذهب إلى هذه الوثيقة التي أنقلها لكم مرة أخرى من كتاب تقريب المعارف. تعالوا معي نشاهد الوثيقة. هذه الوثيقة كتاب تقريب المعارف، تأليف عمدة الفقهاء والمتكلمين خليفة السيد المرتضى في علومه أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي، متوفى سنة 447 للهجرة، تحقيق فارس الحسون. في هذا الكتاب لنذهب إلى الصفحة 242 لنقرأ بعض الروايات الشريفة التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يتكلم عن أبا بكر وعمر. ومنهم ما روي عن الأصبغ بن نباتة وعن رشيد الهجري وعن أبي كثينة الأسدي وغيرهم من أصحاب علي عليه السلام بأسانيد مختلفة. قالوا: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يقول: أما ترون ما أرى؟ قلنا: يا أمير المؤمنين، وما الذي ترى؟ قال، هنا موضع الشاهد، قال: أرى أبا بكر عتيقا في ستف النار يشير إلي بيده يقول: استغفر لي لا غفر الله له. وزاد أبو كثير: إن الله لا يرضى عنهما حتى يرضياني، وأيما الله لا يرضياني أبدا. وسئل عن الستف فقال: الوهدة العظيمة. ورووا عن الحارث الأعور قال: دخلت على علي عليه السلام في بعض الليل فقال لي: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: حبك يا أمير المؤمنين. قال: الله. قلت: الله. قال: ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين، أما والله لقد ظننت ظنا. وقال: هذا ظنك. قلت: يعني الحارث العور؟ أبو بكر وعمر. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أذنوا مني يا أعور. فتنوت منه فقال: ابرأ منهما. وفي رواية أخرى: إني لأتوهم توهما فأكره أن أرمي به بريئا أبو بكر وعمر. فقال:
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنهما لهما ظلماني حقي وتغاصاني ريقي وحسداني وآذياني وإنه ليؤذي أهل النار ضجيجهما ونصبهما ورفع أصواتهما وتعيير رسول الله صلى الله عليه وآله إياهما. هناك العديد من الوثائق والأدلة التي سنوردها لكم إن شاء الله في أوقات أخرى أو في فقرات أخرى أو في حلقات قادمة إن شاء الله ببركة محمد وآله الطائرين. وشكرا لحسن استماعكم وعودة للزملاء في فدك بلس. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. الكعبة أو مكة المكرمة قبلة المسلمين ومن أقدس الأماكن الدينية التي يعتقد بها المسلمين، وفيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام. مع كل هذه القدسية التي حازت عليها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، إلا أننا رصدنا في هذه الأيام بعض محاولات لهتك هذا المكان الطاهر، كما سنشاهد في الفيديوهات إن شاء الله. إذا الأخ محمد جوادي عرض لنا الفيديو الأول لمحاولة هتك الكعبة. كما رأيتم أخواني الأعزاء في هذا الفيديو يظهر شخص وهو يحاول اقتحام الكعبة، وربما كما يظهر منعوه الجهات المسؤولة هناك، منعت هذا الشخص من محاولة اقتحام الكعبة. الفيديو الثاني كذلك يظهر فيه محاولة الهتك داخل هذا الحرم المكي. إذا جاهز الأخ لي يعرضه. وقت الحاج وقت هذول ما عندهم مدينة جالسين في الإسلام يتاجر حزينكم وتاجركم مصكم وانتوا اللي سووه فيا عبونا الله وتاجروا بيكم طبعا هذا كان يحاول يحرق الكعبة في قبل كم سنة، ومسكوا الحجاج طبعا وقفوا عن العمل هذا زين بحجة الانتقاد. ولكن احنا عندنا دائما القنوات الحكومية تفاسيرها تختلف، ان الحين يقولون انه حاول ينتحر، والرواية الرسمية الحكومية انه يحاول ينتحر، معنى الواضح انه ما قاعد يحاول ينتحر، يعني رمى البنزين على الكعبة، على يبي يحرق الكعبة، ما بيحرق نفسه، يبي يحرق الكعبة. خلينا نشوف الرواية الرسمية الحكومية. منذ ساعات مبكرة من الثلاثاء والرأي العام السعودي يتناقل باستغراب مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجل أربعيني حاول الانتحار بجوار الكعبة مستخدما كمية من مادة البنزين.
المقطع انتشر في الشبكات الاجتماعية ووسائل التواصل، فكان رد الفعل من المتابعين الذين اعتبروا أن من يمس حرمة المقدسات فإنه يؤذي كل مسلم. الحادث الفريد من نوعه لم يره المتابعون كنتيجة لأي خلل أمني، فرئاسة الحرمين تجند نحو 750 حارسا مدنيا لمراقبة أبواب المسجد الحرام، وعددها 210، هذا بالإضافة للقطاعات العسكرية التي تؤمن حماية المعتمرين والزوار وتقدم لهم شتى التسهيلات. ليس هذا فحسب، فهناك عشرات الآلاف من المصلين والمعتمرين والزوار المستعدين للذود عن المسجد بأرواحهم، وهم الذين منعوا عملية الانتحار من رجل قالت السلطات الأمنية إن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي. محاولة انتحار من شخص تصرفاته توحي أنه مريض نفسي، مريض نفسي وتصرفات توحي أنه يحاول انتحار، مصدقينكم على كذبكم ورواياتكم الحكومية الكاذبة، هم نقول يلا اتبع الكذاب لباب الدار. زين، احنا طبعا عندنا هدف من ان قاعد نعرض لكم فيديوهات اللي الناس اللي حاولت تهتك الكعبة، نقول لكم اياه في الاخير. وهناك افريقي كذلك هم نقول مريض نفسي متعافي وصاعد على حجر اسماعيل ويبي يكسر المصابيح في الكعبة. خلينا نشاهد هذا المقطع. هذه حادث آخر من الحوادث التي قام بها، نقول هذا الأفريقي هم عنده حالة نفسية وصارت مشاكل وصار هناك ضرب. احنا تعرفون ان محاولات كثيرة، تقريبا 7 محاولات عبر التاريخ لهدم الكعبة، ولا ننسى الحادثة الشهيرة اللي رمى فيها يزيد لعنة الله عليه الكعبة بالمنجنيق سنة 64 هجرية. يزيد لعنه الله بحكم قتل الحسين عليه السلام بسنة وهدم الكعبة واستباح المدينة، يعني هو ما طول 2 سنوات وهلك. هذه أفعال يزيد، ولكن إخواني أبناء يزيد والقوم أبناء القوم استخدموا هذا المكان الطاهر وهو قبلة المسلمين ومحل توجههم للعبادة والنسك لاعتلاء منبر الحرم المكي الشريف للكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم و اللعب بعقولهم وعقيدتهم، فيستخدم هذا المنبر لبث البدع في الدين، لبث العقائد الفاسدة
وكذلك لتمجيد الطغاة والحكام الظالمين. فمن أقدس المنابر هو هذا المنبر المكي، ولكن وقع تحت يد أو احتلال حكومة آل سعود ووعاظهم ومشايخهم الذين يستغلون هذا المنبر لمدح آل سعود والتمجيد بهم. خلينا نشاهد هذه من مقطع قبل فترة قام فيه السديس بعد حادثة جمال خاشقجي لتلميع صورة محمد بن سلمان، وخلينا نشوف شنو قال عنه. وإن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة ونظرته التحديثية الثاقبة رغم التهديدات والضغوطات. وإن أي محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة وستنعكس سلباً على الأمن والسلام والاستقرار العالمي، وبلادنا المباركة ستظل رائدة شامخة. وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثنيها عن التمسك بمبادئها وثوابتها معتمدة في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بإذن الله لمواجهة المزاعم واحد جزار اختلف مع صحفي وقتل ونشر جثته وذوبها بالأسيد. المسلمين اللي جايين يعتمرون ما ذنبهم بالموضوع انك تعتلي المنبر لتدافع عن جريمته وتلمع صورته وتنسب له فضائل ومدائح عجيبة منها الشاب الطموح المحدث الملهم. محدث ينزل عليه الوحي وملهم عند علم الغيب يلهم به محمد بن سلمان. اخواني الحين عرفتوا ليش احنا طلعنا محاولات تدنيس الكعبة وهتك الكعبة اللي هي مكان آمن للناس للطائفين والراكعين والساجدين؟ منو الأعظم عند الله؟ اللي حاول يحرق الكعبة أو اللي حاول يكسر مصابيح الكعبة أو اللي حاول يقتحم الكعبة أم اللي حاول يكذب على الناس باسم الله والدين ويستقل الكعبة وهذا المكان المقدس لبث سمومه؟ من كلامه يقول تنعكس أمن المملكة اللي هي أمن محمد بن سلمان المجرم، صار أمن محمد بن سلمان أفعال محمد بن سلمان تنعكس على أفعال المملكة وبالتالي تنعكس على أفعال، قال هو أنا ما طلعت كل محاضرة، تنعكس على أفعال أو تصرفات مليار مسلم على قولته وبالتالي تنعكس على الأمن والسلام العالمي. فمضايقة أو اتهام أو النيل من محمد بن سلمان هو النيل ومضايقة مليار مسلم. عشان تعرفون الواحد اللي يحتل هذا المكان هم عندهم احتلال ويمسك هذه العتبة أو هذا المكان الطاهر المقدس الحرم المكي شلون يقدر يوظفه لمصلحته؟ فوالله يا أخوان ونحن نقولها من قناة فدك أن حرمة الكعبة وقداستها أهون عند الله من حرقها من هذا الذي كان يبي يحرقه أو
اللي كان يبي يقتحمها واللي كسر المصابيح من هذا النجس اللي بث السموم والأفكار الموبوءة للدفاع عن هؤلاء الملاعين الحكام آل سعود من أنجس وأعظم عند الله من اللي يحاول يحرق الكعبة. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة، تقبل الله أعمالكم وصلاتكم في لندن وضواحيها، جزاكم الله خير الجزاء. وحلقة جديدة من برنامج مسابقات مع مايكروفون العراق وفدك بلاس. حجينا اليوم شو محضر لنا من أسئلة؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاج الغالي الزميل العزيز أبو رضا الساعدي، السادة المشاهدين الكرام، الرافضة الأحرار في كل مكان بالعالم، مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم برنامجكم والمسابقات وهذه الفقرة اللي تنتظروها وتشتاقوا لها، وإن شاء الله في الختام طبعا مثل ما يقول الحج ويأشر لي الهدية للمتسابق الفائز في كل حلقة، وفي هذه الحلقة هذا الكتاب القيم للمتشيع الدكتور عبد الرحمن محمد يد النور، وهو كتاب بعنوان لطيف وجميل ورائع جدا، من ظلام ظلال السقيفة إلى نور هداية السفينة. نعم، للفائزين إن شاء الله هذا الكتاب. ومثل ما تعرفون برنامجنا نطرح عدة أسئلة، اللي يجاوبون على السؤال يجاوب صحيح يدخل بالقرعة، ثم تجرى القرعة آخر الحلقة أو آخر المسابقات ونشوف الفائز، وإن شاء الله أقرب وقت أنا والحاج أبو رضا راح نوصل للفائزين الهدايا. شكرا لكم. نعم، شكرا جزيلا حجينا، جزاك الله خير الجزاء. وكما عودناكم في هذا البرنامج إن شاء الله بعد كل نهاية حلقة نجري القرعة مثل ما تفضل الحاج، وطبعا الآن نطرح السؤال، ولكن قبل لا نطرح السؤال خلنا ناخذ المتصل الأول من النجف الأشرف وهو سيد مهدي. سلام عليكم سيدنا. الآن نطرح السؤال ولكن قبل لا نطرح، خلي يسمعنا من الهاتف. يا رئيس سيد مهدي تسمعني من الهاتف وتنصت التلفزيون، جزاك الله خير. المخرج بس ينتهي السؤال يجعل لنا العداد مال الساعة. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. عجب الله حييك وحيي الأخ برائد. الله يحييك الله يسلمك، جزاك الله خير الجزاء. سيدنا جاهز إن شاء الله للاتصال؟ السؤال أنا أحد المشاركين بالتبرعات، عرفتوني؟ بلين، الشرف بيك سيدنا الغالي. حبيبي الله يخليك. أنا أحد المشاركين بالتبرعات. نعم نعم، نتشرف بيك سيدنا الغالي. الله يسلمك. سيدنا إن شاء الله السؤال سهل وتجاوب عليه وتدخل للقرعة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل حجينا. سيدنا الغالي يقول السؤال: في أي يوم وأي شهر وأي عام للهجرة ولد النور الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ اليوم والشهر والسنة الهجرية ولد النور الإمام الحسن المجتبى الصبط الأول. والله حتى ظني السنة الخامسة الهجرة. السنة الخامسة لا، إجابة خاطئة. اليوم والشهر. خمس ثواني عندك يا سيد. اليوم والشهر سهلة سيدنا. انتهى الوقت وإجابته. شكرا جزيلا سيدنا. ناخذ أبو محمد من البصرة. سلام عليكم أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاهز إن شاء الله للسؤال أبو محمد؟ أبو محمد الله يساعدك عيني. إن شاء الله. الله يساعد حجاجنا، شلونكم؟ الله يسلمك يا ابو محمد. السؤال يقول: في اي يوم واي شهر واي عام للهجره ولد النور الامام الحسن المجتبى الصبط الثاني عليه السلام؟ عليه السلام 15 رمضان السنه السابعه للهجره. 15 من شهر رمضان الكريم السنه خطا، اليوم صحيح والشهر صحيح. السنة خطأ
يلا يا ابو محمد عندك بعد 10 ثواني. والله انت شكرا جزيلا لابو محمد، احنا نريد الجواب حقيقه كامل يعني السنه واليوم والشهر. ابو طيب. محمد انطانا اليوم والشهر وما انطانا السنه. يعني ناخذ ام حسين من يعني بغداد، يعني حجينا ندخله بالقرعه فائز نعتبره. حسين من بغداد حجينا. نعم حجينا. احنا نترك حسين ونترك ام حسين، نشوف المتسابق يدخل بالقرعه ام لا. حجينا انتم بعد، لانه هو جواب لازم احنا ندخله، لانه انطانا اليوم بعد ليش وانطانا الشهر. ليش عبر؟ عفوا يعني خطأ مطبعي، أشكرك أسحبها. إذن أبو محمد أنت إن شاء الله دخلت ويانا بالقرعة، بس الجواب الصحيح لازم نقول. أنت تقول الجواب الصحيح. نعم. الجواب الصحيح يقول مثل ما أجاب الأخ أبو محمد من البصرة، 15 من شهر رمضان الكريم العام الثالث للهجرة، السنة الثالثة الهجرية. شكرا لاتصالك يا أبو محمد. شكرا نعم جزيلا. ويانا حسين من بغداد، سلام عليكم حسين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين جاهز للسؤال إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله جاهز إن شاء الله إن شاء الله. يا أخ حسين السؤال يقول ما هي السورة التي لا تتم الصلاة إلا بها؟ ما هي السورة؟ نعم، ما هي السورة التي لا تتم الصلاة إلا بها؟ يا حسين وياكم ما هي السورة التي لا تتم الصلاة إلا بها؟ يا حسين سهلة يا حسين، بعد لك 10 ثواني حسين. ها يا أبو علي الوقت انتهى وأبو علي ما أجابنا. نعم. على هذا السؤال، وإن شاء الله المتصل الآخر. المتصلة فاطمة محمد من البصرة، سلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. عليكم السلام عمو فاطمة. حياك الله عمو. فاطمة ما هي السورة التي لا تتم الصلاة إلا بها؟ انت شاركتي خلاص يلا. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة إجابة صحيحة يا فاطمة، شكرا إليك. حسين يمكن حسين خطي شوية تفاجأ بالسؤال ولا يعرفه. كان تليفونه أيضا. يعرف الجواب أكيد يعني أكيد يعرف الجواب. أسهل يلا يا حسين خيرها بغيرها، وإذا تتصل مرة ثانية هم ننطيك سؤال ثاني لا تضج إن شاء الله. فاطمة دخلت ويانا بالقرعة، حجينا اطرح لنا السؤال بين ما يجينا اتصال إن شاء الله. نعم السؤال يقول ها دقيقة حجينا. نعم. أم زينب من ميسان حتى تطرح عليهم السؤال. نعم يا أم زينب، يقول السؤال لأم زينب دا أشوف جوائف السؤال إن شاء الله يكون سلام عليكم أختنا أم زينب. أم زينب السلام. عليكم السلام. هلا بالحج. الله يسلمكم. شلونك حجينا؟ سلمكم الله ورعاكم. يا أم زينب سؤال جدا سهل وانت من المتابعين أكيد. يقول هناك كتاب اسمه كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، من هو مؤلف هذا الكتاب؟ الشيخ ياسر الحبيب. أحسنتي إجابة صحيحة. طيب يا أختنا أم زينب هذا الكتاب عندي وقرأته وتابعته؟ لا والله ما قارئها، ما وصلني لحد الآن. إن شاء الله راح يوصل لكم، وهو منتشر موجود إذا تطلبوه من الأخوة في هيئة خدام المهدي في كربلاء، موجود عندهم إن شاء الله يوصل لكم إياه. وجيد أن الكل يقرأ حتى يعرف حقيقة عائشة اللعينة. النسخة اللي بالعراق نفذت يعني ما موجودة نهائيا يعني. إن شاء الله توصلهم. نعم أكو موجود. نعم. طيب شكرا لاتصالكم، إجابة صحيحة وراح تدخل ويانا بالقرعة الأخت أم زينب. مجتبى من بغداد سلام عليكم. مجتبى أم زينب من العمارة. أم زينب مكانك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مجتبى. مجتبى جاهز للسؤال؟ لا إن شاء الله تفضلوا. إن شاء الله. مجتبى سؤالك يقول نعم
قال الرسول صلى الله سهيل بخدمتك. قال الرسول صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، فما هي؟ عمل صالح، إيه؟ ولد صالح يدعو له، إيه؟ صدقة جارية، إيه؟ بعد ما ننطيك إذا مجاوب على اثنين والثالثة ما مجاوبها، ما ننطيك صح لأنه سهل. أنت الولد الصالح والصدقة الجارية والدك إن شاء الله مسويها، بعد قول وعلم ينتفع به. أحسنت، وعلم ينتفع به. نعم شكرا، جت مساعدات، جت مشتبه، جت طوارئ، مساعدات. الله والديك والديك. نعم. جيد. جيد، انت مشتبه ان شاء الله ويانا، دخلت بالقرعة وانتظرنا نهاية الحلقة. حجينا السؤال اللي بعده، جزاك الله خير. السؤال اللي بعده منو ويانا من المتصلين؟ هسه قاعد ياخذون اسمه بس انت. نعم السؤال. يقول السؤال اللي بعده، من هو خازن النيران؟ سؤال سهل، من أبعدنا الله وإياكم النيران؟ سؤال سهل، والمتصل إن شاء الله اللي راح يكون ويانا يجاوب على هذا السؤال حتى يدخل بالقرعة. احنا حقيقة دائما نقول انه الهدف من هذه المسابقات وهذه الأسئلة هي حقيقة حتى نستفاد احنا وياكم، يعني معلومات عامة حلوة انه الإنسان يتعرف على المعلومات العامة. ناخذ ابو محمد من النجف الأشرف، سلام عليكم ابو محمد. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد سمعت السؤال وراح يرجع يعيد عليكم الحج السؤال، وإن شاء الله عندك 30 ثانية. يا أبو محمد، من هو خازن النيران؟ 30 ثانية عندك. على بالي. نعم. مالك عليه السلام. ما سمعك. مالك عليه السلام. مالك عليه السلام خازن النيران، إجابتك صحيحة وشكرا لك، ودخلت ويانا بالقرعة إن شاء الله. نعم شكرا يا أبو شكرا محمد. شكرا جزيلا يا أبو محمد، إجابتك صحيحة. وعدنا اتصال من البصرة، علي قاسم، سلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. علي نص التلفزيون واسمعني من التليفون حتى لا ينقطع الاتصال. مستعد للسؤال؟ يلا. نعم. السؤال يا أخ علي، السؤال. نعم. يا أخ علي، أخو. نعم. عائشة خرج ضدها في حرب الجمل وقد قالت له أيها الخبيث ابن الطيب، وأجابها بل أنا الطيب ابن الخبيث، فمن هو؟ محمد. محمد ابن من؟ محمد. محمد ابن من؟ محمد بن بكر. أحسنت، إجابة صحيحة. منو قاعد يساعدك؟ منو قاعد يساعدك؟ والدي. أي الله يخليه وسلم لنا عليه. سلمنا عليه. والدك رافضي أصيل وأنت مثل إن شاء الله. إذن أنت جوابك صحيح ودخلت ويانا بالقرعة إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا لاتصالك يا علي يا قاسم. الله والدي ابو محمد. الله يحفظه ويخليه ويحفظك إلى إن شاء الله. إليك ولوالدك الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. حجينا السؤال اللي بعده. يقول السؤال اللي بعده، من المتصل اللي ويانا حجينا؟ نعم. اطرح السؤال حجينا. اطرحه بس قل لي من هو اللي ويانا. اطرح السؤال. نعم. من هو إمام معصوم لقب بإمام الرافضة، فمن هو الإمام؟ نعم. عليه السلام. نعم، ويانا اتصال من ابو علي من البصره، السلام عليكم. نص التلفزيون، نص التلفزيون. ام علي نص التلفزيون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نص التلفزيون وسمعينا من الهاتف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله ام علي. ام علي جاهزه للسؤال؟ السؤال يقول يا أم علي، الإمام عليه السلام. السؤال يقول إمام معصوم لقب بإمام الرافضة، فمن هو عليه السلام؟ ها يا أم علي.
عيد الإجابة. الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. يا أم علي سمعنا أحد يمك ساعدك، من اللي ساعدك؟ جيد لا جدا. لا هي هي لا ساعدوها، لا هي عندها معلومات. لا هي ساعدوها. منو ساعدكم أم علي؟ ما حد ساعد، هي عدم معلومات، هي أول ما هاي جاوبت قبل لا تطرح السؤال. نعم بس ساعدوها. خلينا شكرا نسمع. جزيلا يا أم علي على اتصالك. شكرا لك، جزاك الله خير الجزاء. اطرح لنا حجنا أبو أحمد من النجف الأشرف، سلام عليكم. الإمام موسى بن جعفر الكاظم هو إمام الرافضة عليه السلام. أبو أحمد سلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، الله يسعدك. الله يسلمك ويرعاك. شلون مال كربلاء؟ سلمك الله، رحم الله والديك. الله يسلمك. يقول رحم الله، يقول ما اسم قائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ مو عبد الرحمن بن ملجم؟ لا عبد الرحمن بن ملجم الملعون هو الذي قتل الإمام علي في صلاته، سلام الله على الإمام علي. قائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين. نعم نعم صحيح صحيح، والله ببالي هو بس مو يعني نسيت اسمه. اي والله راح تستفاد من الإجابة الصحيحة من المتصلين الآخرين إن شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك يا أبو أحمد. وعدنا اتصال من سعود من الأهواز، سلام عليكم سعود. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا سعود وبركاته. أخي سعود، ما اسم قائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ ابن ملجم. لا ابن ملجم هو قاتل الإمام علي عليه السلام. على كيفك سعود لا تستعجل، بعد عندك الإمام علي هو الذي قتله في غزوة حنين، قائد الكفار كان. ما عندك جواب؟ خلي يخلص الوقت. لا ما عندي. ان شاء الله راح تسمع الاجابه الصحيحه. ونبقى بالاهواز، وعندنا اتصال من حسين من الاهواز، سلام عليكم حسين. حسين سلام. السلام عليكم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حسين. يا أخي حسين، السؤال يقول ما اسم قائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ عمرو بن ود العامري لعنه الله. لا عمرو بن ود العامري. لا في الخندق. نعم سعود. ها يا حسين، مو سعود، سعود راح. نعم حسين، حسين من الأهواز. خمس ثواني عندك. إذن شكرا جزيلا لاتصالك. و كرار من ميسان، سلام عليكم كرار. يا كرار سلام عليكم. كرار. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا كرار، منين انت؟ من ميسان من العمارة، اهلا وسهلا بيك وبالعمارة كلها. يقول ما اسم قائد الكفار الذي قتله الامام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ بدل هذا السؤال ولو سمحت. ليش ابدل هذا السؤال؟ سؤال حلو وسهل. هجي بدل. هو يمكن اول مرة يتصل. غير هذا السؤال عن غير. ما يخالف غير السؤال، يقول أنا صغير زين. يقول ما هو أول موضع وضع فيه رأس الإمام الحسين عليه السلام؟ يلا غير في مسجد. يا مسجد انتهى الوقت. شكرا يا جزيلا يا كرار. وعدنا حسين محمود من بغداد، سلام عليكم حسين. عليكم السلام.
حياكم الله، جاهزين للسؤال؟ أبو علي إن شاء الله. نعم جاهز. إن شاء الله عندك سؤال، يعني الأول جاوب على اللي تعرفه. الأول، ما اسم القائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ مالك بن عوف؟ لا. السؤال الثاني، مالك بن عوف؟ السؤال الثاني لا، إجابة خطأ. هو يصيح لأبو، أبو منه؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني، ما هو أول موضع وضع فيه رأس الإمام الحسين عليه السلام؟ في مسجد، أي مسجد؟ ها، انتهى الوقت ويا حسين محمود، وكانت سؤالين ما جاوب عليهن، وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم، رقم عندنا على الواتساب ورقم على الأرضي، والسؤالين مطروحات وسمعتوهن، واللي يعرف الإجابة يتصل حتى إن شاء الله يدخل ويانا في قرعة اليوم ويفوز ويانا في هذا الكتاب القيم للمتشيع الأخ عبد الرحمن محمد يد النور، كتاب قيم جدا، وإن شاء الله تستفادون منه، لأن هذا الرجل تعب على نفسه. و نعم، عندنا علي من كربلاء المقدسة، سلام عليكم يا علي. عليكم السلام. وعليكم السلام يا علي. شلونك عمو براد؟ سلمك الله وحفظك الله، شلونك انت؟ علي يقول السؤال، سمعته انت، ما اسم قائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ الحارث. ها يا حجي الحارث. لا، هو يصيح له أبو. أبو شنو؟ أبو طلعة. لا. طيب السؤال الثاني، ما هو أول موضع وضع فيه رأس الإمام الحسين عليه السلام؟ في مسجد، يا مسجد الأموي. لا، الأموي وين؟ بالشام. أول من أخذوه على الكوفة. أول مكان وين خلوه؟ بس ما عرفت والله. بالنجف. يلا بعد غير السؤال. غير السؤال حجي، غير هاي سؤالين. بعد سؤالي شنو غير؟ انتهى الوقت وياك يا علي من كربلاء، شكرا جزيلا. حسن من عبادان، سلام عليكم. حسن، سلام عليكم يا حسن. نعم حسن. السلام ورحمه الله. جاهز للسؤال يا حسن؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نص التلفزيون يا حسن، لأن الوقت هذا كله راح يروح عليك، لأنه التلفزيون مالتك عالي. نص التلفزيون. نعم تفضل يا أخ حسن. يقول السؤال، في ما هو أول موضع وضع فيه رأس الإمام الحسين عليه السلام؟ مسجد الحنانة. أحسنت، مسجد الحنانة، إجابة صحيحة. حسن، نعم يا حسن، حسن من عبادان، دخلت ويانا بالقرعة، يا ريت تسجلوني. أبو حسين من بغداد، سلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم مشايخنا، حياكم الله. الله يسلمك. أهلا وسهلا بكم، يحفظكم الله. أبو حسين جاهز للسؤال إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يا أبو حسين، يقول نعم. السؤال، ما اسم القائد الكفار الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة حنين؟ أبو طلحة. لا زين. والسؤال الثاني يقول، من هو الناصب نعم. الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم وقال فيه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ولي من ذي العرش من نعم. ذي العرش رضوانا. رضوانا نعم. من هو؟ نعم رضوانا ما أراد بها إلا لعنة الله عليه. نعم انتهى، انتهى الوقت أبو حسين، نرجو المعذرة منك. وأنت طبعا روى له البخاري حديثيا هذا المنحرف. نعم أبو نعم. حسين كان آخر اتصال حجينا ويانا، فالوقت جيد. بصراحة ما حسينا به، لأنه ما شاء الله ما شاء الله المتصلين
ما شاء الله اليوم يعني متسارعين نعم. الآن خلونا نشوف القرعة من فاز ويانا وياكم، تفضلوا يا كنترول. بمتابعة الفائز واسم الفائز إن شاء الله قريبا راح يوصلنا الجوائز للفائزين جميعا وإحنا بخدمتهم. ما شاء الله مجتبى من بغداد الفائز ويانا في هذه اليوم وهذه المسابقة، وشكرا جزيلا لكافة الأخوة والأخوات المتصلين، وننتقل إلى الفقرة التالية. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة لإمام هذا الزمان، إمام الكون عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام المهدي عليه السلام نذكر دائما أنه هو غائب عن أعدائه، ولكنه بين أودائه وأحبائه. فالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام له من الحالات بالعشرات، ليس بالعشرات بل بالمئات بل بآلاف الحوادث الذي هو بين شيعته، وأحيانا بين أهل البكرية أنه أحيانا ينقذهم ليهديهم إلى الهدى الذي هو محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فهنا الإمام سلام الله عليه كثير ما أتى إلى البكرية وأدخلهم إلى دين الله عز وجل. وذكرنا في أحوال إمام الكون عليه السلام قصص وحوادث جمة، ومنها هذه الإمرأة التي ذهبت إلى مسجد جمكران وقضت الليالي هناك تستنجد بإمام الزمان عليه السلام، وكان لها ولد وكان لعله وحيدها ومتعلق بها كثيرا، فبكت وبكت وتوسلت بإمام الزمان، فرأى إمام الزمان عليه السلام آتاه وشافاه، فالله هدى الولد وهدى والدته وهدى عشيرته وأصحابه وعائلته بفضل صاحب الزمان عليه السلام. فهنا الإمام يأتي ليصحح عقائد بعضهم، وهذا محمود الفارسي أو محمود بني بكر الذي هداه الإمام عندما أنه أنقذه من الهلاك. إذن الإمام هو لكل العالم، ويأتي للنصراني ولليهودي وللبكري وللشيعي وللرافضة وهكذا، فإمام الزمان إلى كل العالم. فهنا إمام الزمان له مكان ولد فيه وغاب منه، وهو موجود في السرداب، سرداب الغيبة في سر من رأى، وهذا المكان له حوادث جمة، والعلماء يتبركون به وبوجوده ويقولون كلما نأتي لهذا السرداب المطهر المبارك الذي فيه أنه صاحب الزمان عليه السلام يكون هناك يزور والده وجده، والده العسكري عليه السلام وجده الهادي عليه السلام، فيقول كان يزوره دائما، فهناك يقضي الليل في العبادة في السرداب المقدس. فهنا في هذه الأحوال يذكر أحد علمائنا الكبار ويقول حدثني، هذا في جنة المأوى، يقول حدثني مشاهدة هنا، طبعا لنقف أنه على هذه المشاهدة، يقول أنه من ادعى المشاهدة قبل السفياني فهو كاذب. فهنا المقصود في المشاهدة كما يذكرها الشيخ الحبيب، يقول أنا ما أميل إليه أن المشاهدة أي أنه الظهور المطلق لكل العالم، أي ظهور الإمام المهدي عليه السلام. فهذه اقتضى التنويه حتى أنه نفهم معنى أحاديث عن محمد عليه السلام. فإذا ورد في الحديث أنه من ادعى المشاهدة قبل السفياني فهو كاذب، المقصود به أنه ظهور الإمام المطلق على العالمين، أي أنه الإمام ظهر ولا يغيب بعدها، أنه ظهر إلى العالم كله. فهنا هذا يقول الشيخ الحبيب أنا أميل إلى هذا الرأي، أنه المشاهدة أي الظهور، ظهور الإمام سلام الله عليه لكل العالم ظهورا بين يعني ما بين أحبائه وودائه وبين أعدائه، حتى أنه ينال من أعدائه ويعم الدين على العالمين. فهنا يقول حدثني مشافهة العالم العامل فخر الأواخر
وذخر الأوائل شمس فلك الزهد والتقى وحاوي درجات السداد والهدى الفقيه المؤيد النبيل شيخنا الأجل أي أنه مباشرة نقل له الحاج المولى علي ابن الحاج ميرزا خليل الطهراني المتوطن في الغري عند علي عليه السلام حيا وميتا. ما المقصود به حيا وميتا؟ أنه في الحياة كان بقرب علي عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد الممات دفن بجوار علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان يزور أئمة سامراء في أغلب السنين ويأنس بالسرداب المغيب ويستمد فيه الفيوضات ويعتقد فيه رجاء نيل المكرمات. هنا هذا العالم الجليل عندما يأتي يقول إلى السرداب المقدس يقول أنال فيوضات ونيل المكرمات من ذلك المكان، فهو يذكر يقول أني ما زرت مرة إلا ورأيت كرامة ونلت مكرمة. هذا الإمام لأنه قلب سليم صاف مخلص ويشتاق لإمام زمانه عليه السلام يقول ما زرت سامراء أو دخلت السرداب المقدس إلا ونلت كرامة أو مكرمة، يقول إما رأيت كرامة أو نلت مكرمة، يعني إما أن يرى كرامة بعينه أو ينال علو مكرمة من صاحب الزمان عليه السلام أو من سامراء المقدسة من الحسن العسكري عليه السلام والهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول أني ما زرت مرة سامراء إلا ورأيت كرامة ونلت مكرمة، وكان يستر ما رآه غير أنه ذكر لي وسمعه عنه غيري، يعني ذكر ذلك مباشرة وسمعه عنه غيري. أني كثيرا ما وصلت إلى باب السرداب الشريف في جوف الليل المظلم وحين هدوء من الناس، فأرى عند الباب قبل النزول، قبل أن ينزل إلى هناك درجات ينزل في السلم في الدرجات إلى أسفل السرداب المقدس، فيقول قبل النزول عندما ينزل من السلم من الدرج نورا يشرق من سرداب الغيبة على جدران الدهليز الأول ويتحرك من موضع إلى آخر كأن بيد أحد هناك شمعة مضيئة وهو يتنقل من مكان إلى آخر فيتحرك النور هنا بحركته، ثم أنزل وأدخل في السرداب الشريف فما أجد أحدا ولا أرى سراجا. فهذا يثبت أنه الإمام مهدي عليه السلام هناك في السرداب بنوره المقدس ويتجول في السرداب في الدعاء والصلاة والعبادة والذكر، فهو يتهجد في الليل كله في مكان السرداب المقدس. إذن الإمام سلام الله عليه معنا ونحن معه، ولكن يحتاج منا شيء من الإخلاص والقلب يشتغل بذكره حتى ننال الفوز بالقرب منه أو رؤيا إن شاء الله تعالى. إذن عودة إلى الزملاء في فقرة أخرى. فدك بلس فقرة مع متشيع ومع أخت من الجزائر، الأخت نبيلة المتشيعة من الجزائر. إذا الاتصال جاهز. السلام عليكم أختي نبيلة. نعم مرة ثانية إخواني إذا تعيدون الاتصال. السلام عليكم أختي نبيلة. نعم إن شاء الله الآن اللي يعيدون الاتصال مع الأخت نبيلة المتشيعة من الجزائر حتى نسألها بعض الأسئلة حول تشيعها وحول بحثها حتى الناس تستفيد من تجربتها إن شاء الله، ويكون إن شاء الله تكون هذه التجربة قدوة للأخوة حتى يتبعون أو يستفيدون منها الأخوة في بحثهم. الأخت نبيلة السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم أختي نبيلة، أهلا وسهلا. أخي عبد الله السلام عليكم. نعم معاكم أخوك عبد الله الخلاف وأنت على الهواء مباشرة في فقرة مع متشيع، ويا ليت أختي نبيلة تكلميني الأخوة متى تشيعتم وطريقة تشيعكم
كيف تشيعتم وعلى ماذا استدللتم في تشيعكم؟ تفضل اختي. تفضل اختي. نعم تسمعينني؟ صوت مو واضح اخي عبد الله. الان تسمعينني اختي؟ ان شاء الله صوت واضح، اتصالي واضح. صوت عندي مو واضح. نعم اخواني اذا تطولون صوتي حتى تسمع الاخت. خلينا نشوف المايك اللي عندي. تسمعينني اخت؟ اخت نبيلة. نعم الاخوان يحاولون مره ثانيه الاتصال بالاخت نبيلة المتشيعة في فقرة مع متشيع. بعض الأوقات لما يكون في بعض أيام الأسبوع يكون ضغط على الاتصال والاتصالات ما تكون واضحة لما تستعمل الشبكة يعني بكثرة. من الجزائر كذلك دولة كبيرة. نبيلة السلام عليكم أختي نبيلة، تفضلي. وعليكم السلام أخي الكريم. حياكم الله أختي. أنت الله يخليش في أنت في فقرة مع متشيع، ويا ليت تقصين للإخوان متى تشيعتم وكيف تشيعتم والطريقة اللي تشيعتم فيها. تفضلي اختي. ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. اللهم صل. يعني اسباب التشيع والسبب يعني اللي كان واضح يعني هو مظلومية الامام الحسين صلوات الله عليه وبأبي هو وامي سلام الله، ثم جرى عليه المظلومية، ثم وصلا الى انقلاب الصحيفة المشؤومة، ثم الخطبة الفدكية، مظلومية سيدة نساء العالمين. يعني كل هذه الأشياء يعني أدت بي إلى التشيع مع البحث طبعا مدة سنتين. البحث أختي بأي وسيلة؟ هل كنتوا تشاهدون التلفاز على الإنترنت أو يعني أي بأي وسيلة؟ يعني كنت أتابع التقرير على الله درجات السيد محمد رضا الشيرازي. نعم. أيضا يعني السيد أحمد الشيرازي كنت يعني أتابع محاضراتهم. نعم. ويعني أكثر النقاط اللي شدتكم قبل اعلان تشيعكم، يعني تقولين ما شاء الله سنتين كنتي تبحثين بشنو؟ وهل كان هناك تردد قبل التشيع اختي؟ يعني كان هناك ليش طولتي سنتين؟ تفضلي اختي. ايه اخي الكريم، يعني سنتين كانت بحث يعني صراع ما بين الحق والباطل. يعني كنت ادور بالمصادر بالكتب، يعني احاول اتواصل يعني مع الاخوه الشيعه هيك يعني. من كان عندك يعني عندك اخوان من الشيعة وكنتي تسالينهم الاسئله ولا يعني قبل لا تتشيعين كانوا هم متشيعين؟ لا انا تعرفت على احد يعني الاخوات المؤمنات، تعرفت عليها يعني اتفاقا، يعني حدث اني رايت في هاتفها يعني عباره يا حسين، سالتها مباشره يعني اجابت بانها يعني شيعيه، هذا اوصلني يعني الى البحث. نعم. ولما تقارنين بين يعني طبعا انت كان عندك اطلاع، ولما تشوفين الادله تبحثين فيها وتقارنين بين العقيده البكريه والعقيده الشيعيه، ما الاختلاف بين بحثك؟ مثلا اذا بحثتي في الامامه مثلا او بحثتي في اي موضوع حتى لو كان فرعي، الصلاه، الصيام، الحج، شنو اللي اكتشفتيه من خلال بحثك واللي ادى للتشيع؟ أخي عبد الله، يعني وجدت أن في بداية تشيعي وفي بحثي وجدت أن هناك دينين يعني مختلفين. نعم. يعني صلاة النبي وأهل البيت مختلفة عن صلاة المخالفين، الوضوء مخالف، الصوم يعني الأحكام الفقهية مخالفين. يعني كل شيء يعني اختلاف في كل شيء. نعم، كيف اطمأننتي أن هذه العقيدة هي الصحيحة وهذا المسلك هو الصحيح وهذا المسلك هو الباطل؟ كيف وصلت الى مرحله الاطمئنان؟ اكيد يعني ساعدني يعني بهذا الشيء حبي لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام. سلام الله عليهم. حبي لاهل البيت وذكر النبي لهم، ويعني توفيق طبعا القران واحاديث النبي في اهل بيته الطاهرين، كل هذه الاشياء يعني جعلتني اتاكد بفضل من الله طبعا. طبعا توفيق طبعا هذه. بس اختي انت تكلمتي او تفضلتي بدايه انك كان هناك احد الاخوات كان عند هاتفها يا حسين سلام الله عليه وشاهدتي هذا،
هل المجتمع اللي حوالينكم والبيئة اللي انتم فيها فيها متشيعين كثر ولا أول واحدة تعرفينها إنها متشيعة هذه زميلة؟ لا يعني هي يعني هذه المؤمنة يعني كانت أول يعني ما تعرف على التشيع تعرف لها، ولكن يعني أخيرا مع تعرفي على منهاج الشيخ وحبيبها ومنهاج آل محمد عليهم السلام تعرفوا أنه يعني التشيع نصف البتري يمكن يعني الجزم بذلك. نعم نعم. فتعرفت على العقيدة الرافضية عن طريق ناتي فدك وصوت العترة. يعني هي أخي اتفاقا يعني أخي عبد الله هي كانت قد وجهتني الاستماع إلى أسد قصير. هي وجهتكم إلى أسد قصير؟ على أسد قصير، وأنا عن طريق الاستماع يعني إلى أسد قصير يعني ممكن كنت أتربص في تشيعي، لأنه كان يعني من خلال استنتاجاتي لما كان يطرح وفهمي لما كان يقول أن كلا الطريقين يوصل إلى دين الحق وإلى الجنة يعني إن شاء الله، يعني كلا الطريقين صحيحين وخلفهم يعني كانت يوصلني إلى يعني أو كانت يبقيني ربما على البكرية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زين أختي الحين فرصة أن أختي من خلاله تعرفت على الشيخ ياسر الحبيب وعلى منهاجه. نعم، ولكن هي فرصة الآن مثل ما الأخت دلتك على اتباع أهل البيت سلام الله عليهم، الحين لازم تبلقينها أو تعلمينها على البراءة من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. يشهد الله يشهد الله أخي عبد الله، يعني يشهد الله أن نفعل ذلك ونحاول معهم معهم ومع يعني جميع الأخوات المؤمنات التي يعني نلتقي بهم في المجالس الحسينية وما إلى. نعم حدثين يعني نعم حدثين اختي كلهم من نعم. يعني اتباع موضعية الخامنائي والاقتناع يعني بآراء البترية سواء الأوائل أو الأواخر منهم. نعم حدثينا نحاول معهم نعم. إن شاء الله. حدثينا قليلا عن البيئة والمحيط التي التي تعيشين فيه، هناك مشاكل مضايقات صعوبات تتعرضين لها يعني من خلال بيئتكم؟ يعني كثير يعني حتى في المحيط العائلي هناك صديق، فأنا يعني عائلتي غير متشيعة، أحاول يعني مع الأهل مع الوالد مع الأم مع، ولكن إلى حد الآن يعني جهودنا لم تصبح بنجاح مع الأسف. ولكن أختي حتى لو ما أثرت على النجاح يعني حتى من الحكومة يعني صديق لما كل ما يموت إلى الشيعة أو الشيعة، ولكن حتى لو لم تسفر عن النجاح هناك خطوة يعني تغيرت بعض المفاهيم لديهم، يعني خطوة خطوة نحو ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، إن شاء الله هذه الخطوة تكون هي السبب في هدايتهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقك أختي نبيلة ويسهل أمرك إن شاء الله ويقضي حوائجكم ويبعد عنكم شرور الإنس والجن. نشكركم على هذه المداخلة السريعة وهذا الاتصال، و إلى فقرة أخرى من فقرات فدك بلس وفقرة الخارطة مع الأخ محمد أبو سلطان. فدك بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني مع الخارطة، واليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى إحدى الدول العربية في أفريقيا في قارة أفريقيا وهي دولة المغرب التي تقع في أقصى غرب شمال أفريقيا ومساحتها أكثر من 700,000 كيلومتر مربع وعدد سكانها يتجاوز 33 مليون نسمة وعملتها هي الدرهم المغربي ولغتها الرسمية العربية والأمازيغية. ونسبة التشيع فيها حقيقة لم أحصل على يعني إحصائية رسمية، هنالك من يقول أن عدد الشيعة في المغرب أو عدد المتشيعين أكثر من 100,000 بحسب إحصائية غير رسمية، ولعله العدد أكثر بطبيعة الحال خصوصا مع هذا يعني التمدد إنجاز التعبير أو من خلال هذا التشيع وانتشار التشيع في أفريقيا بشكل عام وفي المغرب بشكل خاص. تشيع على قناتي فدك وصوت العترة من خلال البث المباشر 147 شخص بحمد الله تعالى على يد سماحة الشيخ الحبيب،
هنالك قصص يعني مختلفة تماما عن شخص الى من شخص الى شخص اخر، قصص متفاوتة، كل شخص له يعني الطريق الذي اوصله الى التشيع. منهم من استمع الى كما سوف نسمعه معكم الاخت ام هشام التي قالت انها حينما استمعت الى قصة الامام الحسين عليه السلام يعني اعتنقت التشيع، ومن ثم تابعت المحاضرات ومحاضرات الشيخ الحبيب إلى أن أصبحت رافضية بحمد الله تعالى. نستمع وإياكم إلى قصة تشيع الأخت أم هشام. أنا نشأت من ولي الحمد لله من أسرتين ذا حب أهل البيت بوقار كبير. نعم. ومن بعد وكنا نجل الصحابة لا نعلم بالسر الخفي المصيبة الدين. أرانا من بعد نشأت وكبرت وهذا، وجاء الوقت ديال توفى تهدم هذاك الملعون ديال الصدام، وبرز المنبر الشريف اللي سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه. نعم. إذا بي أنا واحد نهار كنشوف التلفزيون كنشوف الموكب ديال سيدنا الحسين، تفاجأت نطقت لولدي قلت له شنو هاد الشيء تنشوف، كيفاش الناس اش كيقولوا؟ قال لي يا أمي هذا يندبون على الحسين بن علي. نعم. وكيف يندبون على الحسن بن علي؟ ألا تعلم من هو الحسين الحسن والحسين؟ قال لي لا أعلم، ما سمعتش فيك. ذا إيوا يا أخي يا محمد بن سلطان. نعم. بكيت بكاء الدم وبدأت بتبيع المجالس الذي قدمنا الله بها، ويمكن لي نقول لك أنا في نيدات المنبر الحمد لله. من ديك الساعة وأنا كنبكي على المصائب العظمى اللي في الدين وعلى ما فهمت، كنت أتابع جلسات جميعة مجالس لمولاي حسين المواكب أبكي لا تعلم ما وقعش بيا حين سمعت بوفاة واستشهاد سيدي محمد رضا استيراجي رحمه الله. رحمة الله. بكيت ولا زلت أبكي الآن، أبكي دائما عليه ذيك الرجال العظيم. نعم. ومن بعد الحمد لله تقاهت وخدير الحمد لله، وديت زيارة عاشوراء دائما دعاء العهد القسمية دعاء الصباح الحمد لله، دعاء الندبة الحمد لله، دعاء قسمية 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 القنوت الليل فوق 140 مؤمن الى 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 ان الى ان تظهر القناه ديال اهل البيت حسن يا الله. نعم. بدات ينعل الكلاب ديال هذوك الملعونين الخنازير ديال تفاجأت واذا بي اتشرف واتكرم واتقرب الى الله وانا معي الالهيه نحييت ظهر لنا سيدنا ومولانا الحبيب ديالنا حبيب الله إن شاء الله باركنا الله فيه، هذا رجل المبارك السعيد ياسين الحبيب. هذا كان في أي عام أختي؟ يعني منذ خمس سنوات ظهر. نعم. عرفت أو أقبل أو أكثر. نعم. عرفت على سيدي حبيب الحبيب حقيقة حبيب الله. صحيح. وحبيب رسوله وحبيب أمين وحبيب المحجة البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك بدعة الرسول العظيم فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. أختي أم هشام، ما هي أهم السلاسل البحثية التي استمعت إليها لسماحة الشيخ الحبيب؟ يمكن لي أقول لكم أنني لم أفرق الأخ سيدي وأستاذي الحبيب. نعم. منذ عرفته أنني درجة أنني في الليل لا أستطيع النوم وأنوض وأشعل التلفزيون وأنصت إلى الأحاديث وأسمع تفسير الآيات الكريمة وحفظه الله لنا
وحفظهم من كل مكروه بجاهنا احنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله الاطهار. وتشرفت حيث تنسمع منه، كنتبع منه انا ما كنمنع حتى شي محاضره الا اذا كنت مسافره ولا كنت عندي شي، اما ما كنمنعش المحاضره ديالو لانها قيمه بزاف. استفدت انني الحمد لله تنصلي على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وعن اعدائهم وحنابهم الف مره في النهار. نعم، اذا كانت هذه قصه أخت من الأخوات الذين تشيعوا بحمد الله تعالى من المغرب. وكما قلنا أن المغرب فيه تشيع، ظاهرة التشيع فيه ملحوظة، وهنالك مضايقات من الحكومة المغربية وكذلك من وعاظ السلاطين، ولكن بحمد الله تعالى هذا المد إنجاز التعبير ينتشر ويمتد إلى يعني قعر بيوت هؤلاء البكرية بحمد الله تعالى، لأنهم استمعوا إلى الكلمة الحق. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هؤلاء اتبعوا بحمد الله تعالى أحسن القول. وعودة إلى الزملاء في فدك بلس. فدك بلس يقولون إن الخميني كان رائداً من رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأنه كان داعين إليها، بل وخصص أسبوعاً سميت بأسبوع الوحدة الإسلامية المزعومة طبعاً، والتي عادةً تبدأ من 12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول من كل سنة هجرية. هكذا صوروه الخميني ومن معه من أجلام النظام الصوفي الإيراني لكم. لكن هل تعلمون أن هذا الرجل نفسه أي الخميني قال في كتابه بأن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأشباههم هم أخبث من الكلاب والخنازير؟ دعوني أقرأ لكم هذا المقطع القصير أو الفقرة القصيرة ثم نذهب إلى الفيديو. يقول: وأما سائر الطوائف، طبعا من كتاب الطهارة المجلد الثالث للخميني، وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم، وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير. دعونا نشاهد هذا الفيديو المهم لنرى التناقض الذي يعيشونه من يمجد الخميني ويمتح وحدويته، وفي نفس الوقت عندما يعلم بما قال الخميني عن عائشة وطلحة وزبير ومعاوية كيف يتعامل مع الوضع. عزيز المخرج عرض الفيديو. عفوا، ما رأيكم بمن يقول بأن عائشة هي أخس من الكلاب والخنازير؟ أكيد هذا شيء غلط. يعني عائشة بالنهاية هي كانت مرت الرسول، إذا غلطت أو ما غلطت هذا شيء الله بيحدده، الله بيحاسبها مش نحن بنحاسبه، نحن بشر مثلنا مثله، يعني مش مفروض إنه نحكي على شخص هو بوقت من الأوقات مهم، يعني عائشة ولا أبو بكر ولا يعني هيك شيء، هذا شيء أكيد غلط. طبعا أنا مش راح أقول إنه مثلا والله يمكن هلأ إذا بتسألني أنت من بتفضل، بقول لك إنه أنا رأيي الشخصي والله بفضل شخص على شخص، أنا حر مثلا يمكن. من تفضل الآن؟ مثلا هلا لا نجي نحكي، نحن نحكيها مثل ما هن بيحدثوا مثلا وبقولوا عن الطائفة، لنجي نقول مثلا فاطمة الزهراء ولا عائشة، هو سؤال بديهي بتسأله اكيد بقول لك فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لانه هي بنت الرسول، اذا انا بحب الرسول دغري بحب اللي وراه مباشرة مثلا. او بنسأل مثلا كثير هذا السؤال بينسألها خاصة بالوقت اللي نحن فيه، مثلا بيسألوا مثلا فاطمة مثلا بتحب الامام علي ولا عمر؟ اكيد الامام علي، الامام علي هو الايد الايمن، هو الاسلام، هو اللي عمل، هو كل الانتصارات بسبب الامام علي. طيب نرجع الى الاصل الحوار. طيب ما رأيك الان بمن يقول بان عائشة هي اخص من الكلاب والخنازير؟ أنا ما فينيش كفره، بس هذا شيء مش مزبوط نهائياً، يعني ما بعرف، هذا شيء أنا برأيي إنه اليهود هن اللي بدسوا فينا، بدسوا بالإسلام،
تيوصلونا لمشاكل بين بعض. نحن لا، لازم نتوحد أكثر من هيك، لازم يكون أوعى من هيك. يعني متأكد من كلامك بأن من يقول هذا الكلام بأنهم دسوا اليهود؟ مستحيل يكون، يمكن يكون هذه بدعة. إذا هني مثلا إذا بقول، لا أنا أقول، أنت تقول بأنه دسوا اليهود الشخص الذي يقول هذا الكلام؟ أكيد أكيد هذا وراء اليهود أو الغرب. أنا بشوف في إذاعة مثلا كنت عم شوفها بفترة من الفترات، مش شفتها كتير يعني، بس نزلت على لبنان وشفت بي عم يشوفها، عم له من هو الشيخ، سمعته عم يسب لعائشة شيخ شيعي. طب أنا شيخ ياسر الحبيب، ياسر الحبيب، أنت بتتخيل هيدا شيعي أو هيدا مسلم أو هيدا؟ أكيد حدا دافع له مصاري. وتصور وين إذاعته بتكون ببريطانيا أو بتكون بأمريكا. هذا إنسان أكيد مش مدى له صلة بالإسلام، بس هيدا أدوات بإيد الغرب تيحاربوا، خلونا نحارب بعضنا. طيب يعني كل من يذكر عائشة بسوء حسب قولك هو يعتبر أداة من أدوات الغرب؟ بالضبط، هذا شيء مزبوط، هذا شيء طبيعي. أنا طيب، هل الخميني من أدوات الغرب؟ أكيد لا، أكيد لا، أكيد لا. طيب الآن إن ذكرت لك بأنه في هذا الكتاب، أنا استنسخت هذا الكتاب، كتاب الطهارة المجدد الثالث للخميني، في صفحة 457 يقول: فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، يقول المهم هنا لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير، يقصد عائشة وطلحة والزبير. ما رأيك بهذا الكلام؟ أوكي، أنا بدي لك شغلة، أنت عم تحكي عن إمام الخميني، الإمام الخميني هو أعلم مننا بالشيء اللي عم يحكيه. هلا طبعا أنا برجع بقول لك وبرجع بقول إنه أنا برأيي إنه في شيء مدسوس من الغرب، حتى هذا المستند إنه شو اللي بيثبت لي إنه الإمام الخميني قايل هذا موجود في كتاب الطهارة الجزء الثالث في النوع العاشر الكافر، يعني حول النجاسات. والله أنا ما عندي فكرة عن الموضوع، بس إنه طيب لحظة، أنت الآن اتهمت ياسر حبيب بأنه عميل الغرب ومدسوس، وقلت كل من يقول بأن هذا الكلام هو مدسوس. طيب الآن هل تقول هذا الكلام عن الخميني أم لا؟ إذا هو بكون قايل هيك بقول عنه. تقول عنه مدسوس؟ بقول عنه مدسوس الخميني. لك ليش بدي اقول عنه مدسوس؟ بدي استند لشيء بقول عن الخميني. انتبه، ما بدي اوصل لمرحله هلا اقول كلمه انه بقول عن الخميني مدسوس وبعدين بس تنشال هيدي، بس بدي لك شغله اهم من هيك. خلينا نجي نحكي شغله اهم من هيك. الامام علي كان اقوى رجل بالعالم اذا بقدره رب العالمين. طبعا الامام علي حقنا للدماء كان بيقدر يشيل عمر وابو بكر وكل العالم، وكلنا بنعرف بقدرته الجسديه الخارقه، بس حقنا للدماء كان شو يعمل؟ كان يبعد لو وصلت الخلافة الأولى الرابعة، وكان قادر إذا بده ياخدها الأولى كان في ياخدها، بس حقنا للدماء. فأنا عم أقول إنه مدسوسين، لأنه فعلا نحن بوقت هلأ لازم نتوحد الإسلام، مش لازم نتفرق. أنا برأيي إنه كل واحد بيحكي هلأ عن الصحابة حتى لو غلطانين، لو غلطانين الله يحاسبهم، مش نحن اللي بدنا نحاسبهم. فأنا برأيي كل واحد بيحكي عن الصحابة بيكون مدسوس. طيب أهل البيت أما برأيك مدسوسين؟ يعني أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من هنا يخرج، من هنا رأس الفتنة، وأشار إلى بيت عائشة، هذا مضمون حديث رسول الله؟ صح، وحتى صح بدي لك شغلي، هلأ أنت وصلت لأهل البيت، أهل البيت أكيد هن أصحاب الحق، فهن بيدافعوا. في علي بن أبي طالب قال عن عائشة كبير حوبها، ما مضمون كلامه أيضا؟ في شغلة مهمة جدا بدك تعرفها، إذا بتلاحظ أبو طالب وقت اللي إجوا قالوا له بدنا نهد الكعبة، قال لهم للكعبة يا رب يحميها، هن أهل البيت هن بيدافعوا. بالوقت اللي نحن فيه هلأ لا، نحن مش لازم ندافع. نحن أنا بقول لك أنا شيعي وبفتخر إنه كون شيعي وبحب أهل البيت، وإذا بتسألني بقول لك بحب السيدة فاطمة وبحب السيدة زينب ومستعد أفديهم بروحي، ومنتبرع بالدم بالعاشورة بالعاشر، وعملناه هون بالسانت ماري كرمال نعمل شيء إنه نحن نفرجين إنه عم نعمل شيء. بس أما تقلي هلأ بالوقت الحاضر نحن جاهزين لأنه نتفرق كإسلام، بقول لك لا، أنا مش مع إنه. طيب أنت شو بتقلي عن الشيعي اللي بقول لك قد اخطا الملاك بالصلاه، اللي بقول لك قد اخطا الملاك؟ هني لقطين علينا اهل السنه، لقطين علينا انه لقد اخطا الملاك. شو هو اخطا الملاك؟ الوحي كان لازم ينزل على الامام علي. هذا معلوم، هذا كذب. ولكن نرجع، هل امير المؤمنين هل برايك يعني كان لم ينازع ابو بكر وعمر في الملك؟ هو لو بده ينزعون، هو ما نازع بالملك، ولكن هو طلب الخلافة النفسي لأنه أصاب بها رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نعرف أنه رسول الله خلفه وقال له أنه إن كنت مولا فهذا علي مولا، ولي من ولا وعادي من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. نحن نعرف هو المفروض أنه هو يكون الخلافة الأولى،
بس نحن عم نقول حقنا للدماء. الإمام علي ما عمل مشاكل، لو بده كان بشيله مثل الشعرة من العجين. وكلنا بنعرف باب خيبر 40,000 30,000 70,000 كانوا يفتحوا، كان يفتحوا بإيده الإمام علي لوحده، لو بده يشيلهم كان بشيلهم، بس حقنا للدماء ما شيلهم. فنحن عم نقول هلأ ياسر الحبيب وغير ياسر الحبيب، حتى الإمام الخميني سلام الله عليه، حتى السيد محمد حسين، نحن عم نقول هلأ بالوقت اللي نحن فيه لازم نتوحد مش لازم نتفرق. الله بحاسب راحهم. هلا شو انا قلت عائشة مني؟ طيب انت تتكلم الان عن الوحدة، الان الفرقة المخالفة للشيعة هم يقومون بقتل الشيعة، يتهمونهم بانهم يعادون الصحابة، يعني وين كانوا يطلبون الوحدة؟ والان اكثر بلد يشتم في العالم من قبل الفرقة البكرية مثلا السعودية وغيرها من الدول هي ايران، صحيح ام لا؟ شرفوا اذا بدهم، هني بدهم هول هم ايران اما تطلب الوحدة، صحيح ام لا؟ ايران تطلب الوحده. طيب لماذا الان تشتم اكثر دوله في العالم ويقولون بانكم شتامين للصحابه؟ هلا فينا نحكي، هلا فينا نقول الخنازير والكلاب واللي بدك اياه عن السعوديه وعن قطر وعن اهل السنه اللي هن ضد الاسلام، هلا فينا نقول عنهم هيك، ما بدي احكي عن عمر وعن... طيب الان 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 انت شتمت اهل السنه. انتبه، انا شتمت اهل السنه اللي هن، وهلا بشتم اذا بدك مثلا بقول عن اهل الشيعة اللي هن ضد الاسلام الصحيح. ضد... طيب ابو بكر كان ضد الاسلام الصحيح، اما غير من سنه رسول الله صلى الله عليه، وعمر هم ايضا اما ضرب الزهراء في ضلعها وقتلها. هذا صح، حديث مظبوط. طيب الان لماذا لا تقول بكلمه واحده بان عمر هو ضد الاسلام وهو من زيف الاسلام ووصل الناس الى هذا، هؤلاء الذين يتبعونه مخدوعين به، توصلهم الى هذا الامر بحيث انهم صاروا يكفرون الشيعة ويحاولون قتلهم؟ انا قلت صار في اغلاط على ايام الرسول، ولو ما ننساش معركة الجمل، ما غلطت عائشة والامام علي بعت لها ناس، بعت لها بنات وودوها قالوا تشوفوا شو عم يعمل فيه علي ابي طالب، بعت لي رجال فكشفوا عن وجههم، كلنا بنعرفها، ما في شيء بيتخبى. انا عم اقول الامام الرسول بقول ولا تكونوا من السبابين، انا اللي عم اقول انه بلا ما نكون من السبابين، نحن قلنا حساب معهم نتحاسب نحن. ولكن الامام الصادق سلام الله عليه يقول بانه نحن نربي اولادنا على بغض عثمان. بصراحة بدي لك شغلة، هذه مش سامعة، مش عم بهرب من شيء، بس هذه مش سامعة، بس أنا عم أقول لك نحن من فينا أهل البيت هذا يوصلنا بلعن من عاداهم بلعن أبا بكر وعمر. إذا أهل البيت بيوصلنا نحن بنلعنهم، أنا بلعنهم ضمنيا، عندي مشكلة إذا عندك مشكلة إذا أنا لعنتهم بلا ما نطلع ونشهر على المنابر، لأنه الوقت اللي نحن فيه الآن أنت تشهر على المنابر، الآن سوف يطلع هذا صوتك وعلى القناة والناس يشاهدوك بأنك تلعن أبو بكر وعمر. ما عنديش مشكلة. طيب الآن الآن سوف يبغضونك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالسنة. انتبه، في 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 بعض. أنت الآن قبل قليل كنت تتكلم عن الوحدة والآن تتكلم في أمر إذا أهل البيت بيلعنوا، إذا أهل البيت بيلعنوا نحن بنمشي وراهم، بس أنا هلا بالوقت الحاضر خليني ألعن داعش. وانت قبل شوي قلت لي لحظه، مساله داعش الان حينما قاموا بحرق هذا الطيار الاردني، هذا قاموا بناء على فعل ابو بكر حينما امر خالد بن الوليد بحرق بني سليم. ما بعرف. طيب هذه منهم، هذه من دينهم من تاريخهم. هول انا بعرف انه هن تابعين من تبعة يزيد ومعاويه. لا، ابو بكر فعل هذا وليس يزيد، استنى على 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 ابو بكر وفعل هذا الفعل بناء على ما ورثه عن ابا بكر وعمر. والله اذا انت عم تقول هيك يعني هذه عنديش اياها المعلومه صراحه، ما عندي اياها، انا حكيت اللي عندي واللي انا بعرفه. بعدين السعوديه وداعش واللي هول اللي بيحكوا عنهم، هول مش عم يشوفوا رجال يقاتلوهم، بس يشوفوا رجال يقاتلوهم ينزلوا يقاتلوا بلبنان. طيب احنا شوي ابتعدنا عن صلب الموضوع. على لبنان يقاتلوا، خليهم مش هن بدهم يقاتلوا، يجي يقاتلوا بلبنان. طيب وين ما نحن عندنا رجال، نحن رجالنا بالعراق صارت، يجي يقاتلونا. طيب انا احنا ابتعدنا عن الموضوع. انا قلت لحظه الموضوع الاساسي، انا بدي اوصلك للموضوع الاساسي. جماعه حزب الله بيحبوا السيده زينب، بيحبوا السيده فاطمه، من هذا منتهين منها، بس ارجع من عشق للسيده زينب وللسيده فاطمه، بيقاتلوا مش بديهم، بيقاتلوا باسنانهم، بيقاتلوا بكل شيء بيملكوه. فهذا الشيء بس لك، بس الواحد يكون بيعشق اهل البيت بكون عم يعمل شيء كثير كبير. طيب الان نرجع الى اصل الموضوع، كل من الان برايك يشتم عائشه ويصفها بانها اخس من الكلاب والخنازير برايك مدسوس وان كان الخميني؟ علنيا بكون مدسوس. هل بالوقت اللي نحن فيه لازم نتوحد؟ شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. اذا لاحظنا هذا التناقض الذي عاشه هذا المؤمن المسكين. في البدايه قال بان من يقول ذلك هو مدسوس، ولما عرف بان قائله هو الخميني
تبعثرت أوراقه وأخذ يذهب يمينا وشمالا ولم يهدأ له بال، بل وأدخل موضوع في موضوع إلى أن اعترف أخيرا بعد مرور 10 دقائق. وشكرا لحسن استماعكم، وإلى فقرة الشخصيات مع سماحة السيد أحمد الموسوي. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الصلاح الحلبي عالم جليل ثقة، له مؤلفات وله أساتذة وتلاميذ. تقي الدين ابن نجم الدين ابن عبيد الله الحلبي المعروف بأبي الصلاح الحلبي. ولادته يذكر أنه 374 وتوفي 447. فقيه ومتكلم إمامي. وهنا يذكر أنه في القرن 4 و5 الهجري. إذن نعود إلى هذا العالم الجليل، أنه كان في زمن الشريف الرضا والمرتضى وفي زمن الشيخ الطوسي. فهنا يقول أنه فقيه ومتكلم إمامي، عاش في القرن 4 و5 الهجري، ومن تلامذة الشريف المرتضى والشيخ الطوسي. عنده غير واحد من علمائنا الرجاليين، وهو يسمى خليفة المرتضى في البلاد الحلبية. ومن أبرز تلامذته ابن البراج ومحمد الكراجكي، وآراؤه الفقهية متقاربة إلى حد كبير من مدرسة بغداد الفقهية، وعميدها الشريف المرتضى. ولادته 374 في حلب في سوريا، وقد ذكرت بعض المصادر أنه وقوع التصحيف، وإنما يقين الولادة هو كما ذكرت أنه 347 هجرية. أساتذته الشريف المرتضى، يقول أنه دخل العراق 3 مرات وقرأ على يد الشريف المرتضى حتى عدوه خليفة المرتضى في البلاد الحلبية. ومن أساتذته الشيخ الطوسي وسلار. تلامذته تخرج على يديه العديد من العلماء والرواة، ومنهم ثابت ابن أسلم الحلبي الذي خلفه في مسنده بعد وفاته، والقاضي عبد العزيز ابن البراج، والشيخ النيسابوري، ومحمد الكراجكي، والشيخ ريحان الحبشي. آراءه الفقهية تأثر في مسلكه الفقهي إلى حد كبير بآراء أستاذه الشريف المرتضى وبمدرسة بغداد الفقهية. يشهد له ذلك أنه تبنيه لرأي أستاذه في خصوص عدم حجية خبر الواحد، وبالرغم من التقارب إلى أن هناك اختلافات بينهما في العديد من المسائل، أشار ذلك أبو الفتح الكراجكي في كتابه غاية الإنصاف. وأشرف المرتضى أغلب آرائه الفقهية للحلبي في الكثير من المسائل الفقهية تقاربون وتبدو متفقة مع مسلك المشهور. يرى الحلبي أنه لا يصلح إلا للأئمة ونوابهم القضاء، حيث من يتصدى لمنصب القضاء بالنيابة عن المعصوم أنه يتمتع بجملة من خصائص، منها العقل والبصيرة والورع والعدالة وغير ذلك. وآثاره أنه الكافي في الفقه، ويضم دورة فقهية جامعة تخللتها بعض البحوث الكلامية في بداية الكلام. وأيضا أنه من كتبه أنه يستند إلى ذلك في كتبه فقهاء الشيعة، وهو كتاب الكافي في الفقه. وقد امتدحه ابن إدريس الحلي وقال حسن وفيه تحقيق ومواضع جمة. تقريب المعارف، ويتضمن مباحث كلامية، وهو في علم الكلام أهمها ما جاء في التوحيد والنبوة والإمامة والعدل. ويمتاز هذا الكتاب بأنه كان مصدرا للشيعة. وهنا له كتب أخرى، البداية في الفقه والعمدة في الفقه والكافية والشافية وشرح الذخيرة ودفع شبهة الملاحدة ومنتخب المعارف والمعراج في الأحاديث والبرهان. أقوال العلماء فيه، قال الشيخ الطوسي في رجاله ثقة، له كتب قرأ علينا وعلى المرتضى. قال العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ثقة عين، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتب. قال ابن داود الحلي
عظيم القدر من علماء ومشايخ الشيعة. قال الحر العامري في كتابه آمال الآمال: كان ثقة، عالما فاضلا، فقيها محدثا، له كتب رأيت منها كتاب المعارف وهو حسن جيد. وقال عنه عباس القمي في الكنى والألقاب أنه الفاضل الفقيه المحدث الثقة الجليل من كبراء علمائنا علماء الإمامية. وفاته وهو في الشام في محرم سنة 1446 بعد عودته من الحج. أيضا ذكر ذلك سماحة الشيخ نبذة عنه أنه عالم جليل القدر من علمائنا المتقدمين، كان يعيش قبل 1000 عام، واسمه أبو الصلاح الحلبي في الفقه. نرجع له في المسائل، وآرائه تعد من أكبر تلامذة الشيخ الطوسي، وأنه من أعظم تلامذة السيد المرتضى، بل وصف بأنه خليفة المرتضى رضوان الله عليه، أنه من أعظم تلامذة المرتضى وأنه خليفة المرتضى في علومه، وأنه كان جدا عظيم على يديه. تخرج عشرات العلماء من مجتهد جليل القدر، والحوزات تذكر آراءه في البحث الخارج ويتبنون آراءه، وهي مكتوبة ومسجلة في الكتب الاستدلالية لمن أراد الاطلاع. اسمه تقي الدين أبو الصلاح الحلبي، وهو له كتاب أكافي في الفقه والكتب الاستدلالية وتقريب المعارف في علم الكلام، وأنه عقد فصلا خاصا أطلق عليه في كتاب تقريب المعارف، أطلق عليه هذا الفصل النكير على أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه ناقش التوحيد وعرج على العدل والنبوة وصل للإمامة وناقش هذه المسائل. الشيخ الطوسي ذكره وأثنى عليه، والسيد المرتضى قال أنه أشهر من يذكر في الوثاقة والفضل، وابن داود قال أنه من مشايخ الشيعة، وأنه ذكروه أنه حسن عين وجيه عظيم القدر. والشهيد الأول وصفه بقول الإمام السعيد وخليفة المرتضى، والمحقق الحلي قال من أعيان وفقهاء الشيعة، وصاحب البحار وصفه بالشيخ الأجل، وقال الشيخ أنه في مفاتيح الجنان أنه الأقدم الفاضل الفقيه المحدث الثقة الجليل من كبراء أو من كبار علماء الإمامية. انظر إلى هذه الأوصاف كلها في هذا العظيم المرجع المجتهد الفقيه أبو الصلاح الحلبي، وأنه لا أحد ينكر فضله ومنزلته العلمية، وأنه له فضل كبير. وذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان يقول يعترف بمنزلته العلمية، ويقول أنه من علماء الإمامية وطلب العلم وتمهر فيه وأصبح ماهرا في الفقه والعلوم الشرعية، وصنف الكتب وأخذ عنه عن أبي جعفر الطوسي ودرس عنده. والكلام كثير في هذا العالم الجليل، ولكن نكتفي بذلك. عودة إلى الزملاء في فقرة أخرى. فدك بلس، هل تعلم أنه إذا كان يوم القيامة سيتعجب إبليس لعنه الله من عذاب عمر بن الخطاب؟ روى العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في 70 غلا و70 كبلا، فينظر أبو بكر إلى عمر في 20 و100 كبل و20 و100 غل، فينظر إبليس فيقول: من هذا الذي أضعفه الله العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعا؟ فيقال: هذا عمر. فيقول: بما حدد له هذا العذاب؟ فيقال: ببغيه على علي عليه السلام. وروى سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه أنه قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزموما بزمام من نار، ويؤتى بعمر مزموما بزمامين من نار، فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول: ثكلتك أمك، من أنت؟ أنا الذي فتنت الأولين والآخرين، وأنا مزموم بزمام واحد، وأنت مزموم بزمامين؟ فيقول: أنا الذي أمرت فأطعت، وأمر الله فعصي. وروى المفيد رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر، فإذا إبليس قد أقبل، فقلت بئس الشيخ أنت. فقال إبليس لعنه الله: ولما تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدثنك بحديث عني عن الله عز وجل ما بيننا ثالث. إنه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: يا إلهي وسيدي، ما أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني. فأوحى الله تعالى إلي: بلى، قد خلقت من هو أشقى منك، فانطلق إلى مالك يريك. فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرأك، يقرأ عليك السلام ويقول: أرني من هو أشقى مني. فانطلق بي مالك إلى النار، فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء، ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالك، فقال لها: اهدئي، فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطبق الثاني فخرجت نار هي أشد من تلك سوادا وأشد حمى، فقال لها: اخمدي، فخمدت. إلى أن انطلق بي إلى السابع، وكل نار تخرج من طبق هي أشد من الأولى، فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالك وجميع ما خلقه الله عز وجل. فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا مالك تخمد وإلا خمدت. فقال: إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم. فأمرها فخمدت. فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بهما إلى فوق، وعلى رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بها. فقلت: يا مالك، من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق العرش؟ وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته ونصرته بعلي. فقال: هذان عدوا أولئك وظالماهم. وصلنا إلى ختام الفقرة، وننتقل إلى الأخوة الزملاء في فدك بلس. فدك بلس، حياكم الله أخواني الأعزاء. شاهدنا وإياكم على مدى اليومين المنصرمين محاولات يائسة لتلميع صورة الطاغية المجرم عمر بن الخطاب لعنه الله، وإضفاء مسحة أو مساحة لتلميع صورة هذا المجرم الذي دلت الدلائل التاريخية على خيانته العظمى للإسلام إلى أقصى ما يمكنه بصفته طاغوت هذه الأمة ومحرف نهج الرسالة المحمدية، وحيث لم يستطع أن يرد أحد ردا علميا ومنطقيا على ما قدمناه من فيديوهات تبين هذه الروايات المكذوبة والأساطير التي ينسبونها إلى ابن صهاك، حتى وصل بهم الحال إخواني الأعزاء إلى قذف في الأعراض من قبل المبطلين الذين أغواهم هذا الطاغية اللعين. نقدم لكم اليوم حقيقة ابن صهاك التي مهما حاولوا إخفاؤها ولكن يأبى الله إلا أن يظهرها ولو كره المبطلون. سنعرض لكم إن شاء الله أخواني أولى المقاطع لفقرة هذا اليوم عن الطاغية عمر بن الخطاب لعنه الله، إذا الأخ المخرج يعرض الفيديو الأول. روى الذهبي في سير الخلفاء: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: تعلم عمر صورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. سيدنا عمر حفظ صورة البقرة في 12 سنة، ويوم ما كملها وأجاد حفظها ذبح جمل ووزعه على أصحابه. 12 سنة
ليه هو سيدنا عمر كان قد كده ثقيل الفهم؟ 12 سنة بيحفظ البقرة بس، ده هنعرف شباب بل وأطفال حفظوا القرآن في عام، بل هناك والله من حفظ القرآن في أقل من عام، في أشهر تعد على أصابع اليد الواحدة. سبحان الذي يجري الحقيقة على لسان أولياء عمر الذين يحبونه ويتبعونه. فهذا الشيخ يقر ويعترف أن عمر غبي، غبي إلى درجة لا يتصورها أحد، إلى أنه أو إلى أن الحال وصل به أن يجلس 12 سنة لحفظ سورة البقرة. الفيديو الثاني إلى الأخ محمد جواد كذلك بس قبل يعرضه. خليك قبل لا تروح للفيديو الثاني، إخواني إحنا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله والإسلام تو حديث والأحكام الإسلامية، المسلمين طبعا صاروا بمئات الألوف وصلوا ملايين بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله، والأحكام لحد الآن المسلمين ما يعرفون كل الأحكام، فلذلك السلطة يعني نقدر نقول السلطة المركزية، الإدارة العليا للإسلام، الخلافة اللي هي مركز الإسلام، الناس اللي تتوجه لها من كل دول العالم لتأخذ من هذا المكان الأحكام وتأخذ منهم العقيدة وتأخذ كل وتفاسير القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، وعلى رأسها اللي هو نقدر نقول عنه يسمونه أمير هؤلاء المؤمنين على قولتهم حاكم الإسلام، لا يعرف شيء عن الإسلام أو أحكام الإسلام وماذا خلف لهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي مصيبة، مصيبة إن الإدارة العليا، تخيلوا أنت عندك شركة وعندك مجلس إدارة وهناك رئيس مجلس الإدارة لا يعرف شيء عن الإدارة مالته ولا علم أي شيء، راح أو رجع أو شنو صار أو شنو جرى، تخيلوا ما بالك هو دين الله وهو يعني أهم ما يملك الشخص في هذا في هذاك الزمن، والمعول عليهم حفظ الدين الصحيح اللي هو دين الإسلام، الدين الحق اللي تعب وبذل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرض ما تعرض المسلمين حتى يحفظون هذه العقيدة، ولا رئيس الدين والخليفة مالتهم ما يعرف عن أمور الدين. هذه الكارثة وهذه المصيبة. خلنا نشاهد شلون رئيسهم يجهل أبسط الأحكام. زي ما يترك الصلاة، وهذه لها تكمل الرواية اللي ذكر فيها عمار بن ياسر رضوان الله عليه، قال له ما تتذكر لما كنا نحن في سفر وأجنبنا وتيممت وصليت وأنت لم تصلي؟ وقرأ له سورة أو آية التيمم، قال كأنني أول مرة أسمع هذه الآية. تخيلوا يا أخوان، تيمم لا يعرف. بعدين شرح له شلون كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتيمم. خليفة المسلمين، حاكم الإسلام، الآمر الناهي، المشرع، واللي يعترفون البكرية أن عمر قير وشرع وبدل على حسب نظرته كحاكم إسلامي وكصلاحيات الحاكم الإسلامي، كتحريم أمور كثيرة في الإسلام ونهي عنهم، وكذلك إحداث بدع في الإسلام وقال أنها بدع حسنة، فيدافعون عن ذلك ويقولون أن الحاكم لديه السلطة بصفته حاكم للمسلمين ينهى ويأمر ويحرم ويحلل على حسب رؤيته للمصلحة العليا. هذا الحاكم لا يعرف أبسط الأمور وهي التيمم. لنشاهد المقطع الثالث من الشعراوي. اخواني تخيلوا هذا وصل في المرحلة، وصل في الحال بجهلة، لا فقط يلعب بدين الناس ولكن كذلك بأرواح الناس، يقتل نفسا بريئة
بسبب جهله، فلولا وجود أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الوقت لقتلت هذه المرأة بسبب جهل عمر بأحكام الله وبقرآن الله، وهو المفروض هو اللي يفسر كلام الله. فما بالك إخواني في اليوم اللي يفسرون كلام الله على حسب مشتهاهم وعلى حسب مبتغاهم ويحللون ويحرمون. أنا عندي بعد مقطع، لأن إحنا انتهينا مع كلام الشعراوي إنه يقول لا أبقاني الله في أرض ليس بها أبا الحسن، وليس هذه أول مرة عمر يستنجد بعلي بن أبي طالب ويلوم نفسه أنه إذا كان موجودا في مكان وليس به أبا الحسن. خلي نشاهد هذا المقطع اللي فيه كم أقوال باعتراف كهنة البكرية ماذا قال عمر بحق أبا الحسن، وافتح لنا مجال الاتصالات. لدرجة أن سيدنا عمر قال ذلك وترجمه في حديث، كان يقول لا بقيت بأرض ليس فيها أبو الحسن. نعم. وكانت إذا جاءته قضية يقول لولا علي لهلك عمر، لهلك عمر، ويقول مشكلة ولا أبا حسن لها. نعم. كل ذا كلام سيدنا عمر. إذن الفضل ما شهده الأعداء، يجهلون حق أبي الحسن، وسيدهم يعترف بأنه لولا أبا الحسن لهلك عمر. سؤال اليوم وحلقة اليوم، هذا هو عمر، فهل تقتدون برجل لا يفهم شيء عن دين الله بأقوالكم وعلى لسان قصاصيكم وعلماءكم؟ باب الاتصال مفتوح على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وكذلك عبر الواتساب. وقبل لا ندخل ونتعمق بعلم وشجاعة عمر من لسان قصاصيهم، عندك إضافة حجي؟ لا نعم. قبل طبعا الحين نعطي مجال للاتصالات وعلى طريق الواتساب، ولكن اللي يحب يسمع المزيد عندنا نزيدك. الآن ندخل بموضوع، بعد عندنا طبعا اتصالات خلينا ننتظرهم، ولكن الموضوع الجاي اللي راح نتكلم فيه عن عمر، من الذي صحح لعمر؟ عندنا حوادث صححوا فيها العمر ناس، حتى السكران صحح العمر. خل ناخذ اول شيء الاتصالات وبعدين نكمل معاكم الفقرات اللي محضرينها لكم عن علم عمر وشجاعة عمر. منو عندك؟ محمد من الرياض. محمد السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا، حياك تفضل. وفيه تردد صوت عندك، والله ما هو من عندي ترى بالمناسبه، لا اعلم، يمكن من الهاتف. نعم تفضل نسمعك بصوت. تحيه للاستاذ الابراهيمي. حياك الله، اهلا وسهلا تفضل. حقيقه عجبتني المقاطع اللي جبتوها الاخيره ذي، هذه شهاده لعمر وليست شهاده عليه. ليش؟ اولا شهاده له انه يستشير أبا الحسن عليه السلام ورضوان الله عليه، وأن أبا الحسن يحضر مجلس عمر، يعني كلهم في مجلس واحد، وهذا ينقض ما يقوله الشيخ ياسر نقضا كاملا، يعني لا ينقض المذهب الشيعي كله، لا ينقض، خليني أسميها داعش الشيعة الأخوان أنتم في. احنا الحين داعش الشيعة محمد، خليتنا داعش الله يهداك ان شاء الله. لا يعني خليني اقول المتشددين من ال، يعني داعش هم متشددين، يعني هم داعش هم اكثر ناس متشددين مثلا. خليني، هم شواذ السنة، داعش شواذ السنة، يعني لا يبنى عليهم. اقول لك خل بس اجاوبك. قلت انت يستشير، الحين بقول لك انت شلون فسرت ان عمر يستشير علي في هذه الفيديو؟
عمر يبي يذبح مرأة، وأمير المؤمنين إذا سكت على هذا الموضوع راح تنذبح المرأة، ما استشاره. أنت لو تشوف الرواية قال له ويلك يا ابن الخطاب، ونهى عمر عن ذبحه، عن ذبح المرأة. زين، ما يجي يستشيره يقول لو سمحت تعال. زين، أصلا في بعض الأحكام أمير المؤمنين لما شافها قام ونادوه قال له تعال أنت ليش قمت؟ قال أنا ما أقدر أقعد في مكان ينتهك فيه. فشنو إجا وسألوه أنت شلون فسرت أنه قاعد؟ والله قال له يا علي بن أبي طالب إيش رأيك بهذا الموضوع وقاعد يمه. من كلمة عمر يا أستاذ عبد الله، خذ كلمة عمر عقب ما حكم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عقب ما أعطى رأي الشرع، عقب ما أعطى رأي الله، ولكن هو علي بن أبي طالب عمر قال خلاص خذوها اذبحوها. زين، لا هو من كلمة عمر يبدو، يعني أنا قلت لك أنا بستشف من هذا فقط، أنا لا بستشف. زين، إيش رأيك الحين؟ خل أقول لك شيء، خليك معانا على الخط، خليك معانا محمد، خليك اسمع هذا المقطع الله يخليك اسمعه وكمل وعطونا المقطع الثاني. يقف سيدنا عمر على المنبر خطيبا وهو أمير المؤمنين، فيقول وهو على المنبر: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى لله عز وجل لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من نسائه ولا من بناته أكثر من 12 أوقية. فقامت امرأة ونظرت إلى سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين وقالت له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، أيعطينا الله عز وجل وتحرمنا؟ أيعطينا الله عز وجل وتحرمنا؟ ألم يكن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ هنا وقف سيدنا عمر وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. أنت توق قلت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب صحح العمر. زين، وانت ما أدري خليتها منقبة حق عمر، مع أنه يعني واضح أن أمير المؤمنين هو اللي صحح العمر، معناته أفقه وأفهم وأعلم من عمر. هذه ما فيها روح وتعال، ممكن لما أكلمك تقول لي صحيح علي بن أبي طالب أفهم من عمر. الحين امرأة تصحح العمر في المسجد وش يقول؟ يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. جاوب. كل الناس أفقه منك يا عمر، هذه منقبة أخرى أيضا لعمر. شلون؟ والله منقبة أخرى. هذا قمة، هذه أولا قمة التواضع، ثانيا تواضع. أنا تواضع أقول كل الناس أفهم مني. هو ما عرف حجي، هو ما عرف. إذا هو يعرف ومخبي نقول تواضع، بس هو ما يفهم. يا استاذ عبد الله خلي المتواضع حبيبي، انت لو متواضع، انت مثلا انت الحين محمد نقول عنك لاعب كره، احسن لاعب كره بالعالم، يجونك يقول لك انت ما تعرف تلعب، يقول لي انا ما اعرف العب، تتواضع. بس اذا انت ما تعرف تلعب كره ويجون لك يقول لك ما تعرف تلعب، شلون متواضع؟ مو انت ما تعرف. اعطني فرصه. التواضع يجي يا حبيبي يا محمد، التواضع يجي من حيث الواحد عنده العلم وعنده الفهم، ويقولوا له يقول انا متواضع مثلا عالم جليل، ولك هذا يقول انا ما افهم. ترى ما تكلمت يا استاذ عبد الله، والله ما تكلمت، قسم بالله ما تكلمت. يعني اسمح لي، هو اجتهاد. يعني شوفي، خليني افهمك، لا معصوم عندنا احنا، لا معصوم، لا ابو بكر، لا عمر، لا عثمان، لا علي، ما عندنا احد معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الرد على رسول الله هذا اللي لا يجوز، الله على الله ورسوله، اما ما عداهم فيرد عليه. وهذه بين وبينك، دور لي رئيس عربي مره تقول له يعني توجهه ثم يقول اخطأ عمر واصابت امرأة. قسما بالله العظيم هذه من مناقب عمر، والله نذكرها احنا من مناقبه. مناقب والله العظيم، اذا ما يعرف وليست مساوئ. ايش فيك يا اخي؟ انت انا الحين لو اقول لك اي سالفه عن عمر تقلبها منقبه.
زين بسبب محدوديه علمك. وش اسوي فيك انا؟ محدوديه علمك تجعل هو ما يعرف. يقول انا ما اعرف. افهم يا محمد، يقول ما اعرف، كل الناس افقه منه، يعني هو ما يفهم، مو متواضع. هو كلمه كل الناس لا يعني ان كل الناس صحيح. هي صححت له يا اخي، لكن هذا هو كان يبي يغمر الناس، يقول لهم حددوا مهور النساء، وهي صححت له، قال كل الناس افقه طيب منك. طيب استاذ عبد الله هناك، الله يخليك لو سمحت لي، في هذه الحلقه تطرق السيد احمد الموسوي. حجي احنا شجاف جاب السيد احمد الموسوي، مشكور على اتصالك. خل ناخذ الناس، احنا معطي الواحد لما تعطيه مجال ويتكلم هذا يروح كيفه، يقول اللي يبي. منو؟ نعم، كريمه من البحرين. كريمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي كريمه، تفضلي انت على الهواء مباشره، مداخلتكم كريمه. قصري على التلفزيون وتكلمي. نعم حياكم الله، قصري على التلفزيون وتكلمي. انا وياكم على الهواء، شحوالكم ان شاء الله زينين؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا. الله يحفظكم ويسلمكم، حياكم الله. شنو السؤال؟ اختي تابعي الحلقه وراح تعرفين المناقشه على اي موضوع. مشكوره اختي، حياك الله على اتصالك. سالم من القاهرة، السلام عليكم سالم. سارة من القاهرة، سارة السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام سارة، تفضلي. منك ألا تقاطعني؟ نعم. أرجو منك أن تلحقوا. ما الصوت مو واضح يا جماعة، مو واضح الصوت، مو واضح. آسيا من الجزائر، آسيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. اللهم صل على محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. إلهي آمين. فقط كلمة واحدة أريد أن أقولها قبل أن أدخل في موضوعي، وهي للأخ محمد هذا الذي قال أنه لا رد على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب عمركم الفاسق الفاجر رد على رسول الله صلى الله عليه وآله، فما حكمه هذا؟ يعني أنتم تدافعون عن هذا المجرم وتكملون في فساد عقيدتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، أنا آسيا من الجزائر، الحمد لله استبصرت على منهاج آل محمد عليهم السلام، وعن بفضل الله وبفضل الشيخ ياسر الحبيب. وأنا اليوم أريد أن أوجه رسالة إلى الرافضة بالعالم وبالأخص بالجزائر. نحن الآن نتكلم ونقول منهاج أهل البيت ونحن الرافضة ونحن كذا ونحن نفعل ونحن ماذا فعلنا للتشيع يا إخواني؟ أريد أن أسأل هؤلاء الذين نحن الآن نتشيع، ثم ماذا بعد التشيع؟ ماذا بعد التشيع؟ من الذي يجرؤ اليوم أن يخرج بنهجه ويطالب بحقوقه في بلد؟ يعني نحن الآن في عام 2019، الناس كلهم يطالبون بحقوق أدنى الأشياء التافهة، يسألون عن حقوقهم في المأكل، في المشرب، في حقوق التعليم، في حقوق كذا، في حقوق كذا. من الذي يقف اليوم ويطالب بحقه في أن يصلي في المسجد صلاة شيعية؟ من الذي يتجرأ ويطالب بحقه في أن يعلو كلمة الحسين عليه السلام على المنبر، أو يقرأ على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله في كل بلدان العالم، في كل أينما يوجد الشيعي يقف على منبر رسول الله ويقرأ يوم العذاب؟ من يتجرأ على ذلك؟ ألف سنة يا إخواني، ونحن نتأذى ونشوف. يعني احنا قبل ما نتشيع ما نعرف شيء، ولكن اليوم بعد ما تشيعنا نريد أن نفهم لماذا لا يقف واحد يطالب بحقوقه؟ لماذا لا تنشأ هيئات لكل الناي، يعني لكل المتشيعين، لكل الفئات، ونطالب بحقوقنا إخواني؟ يعني الآن والله نستشعر بالألم لما نشوف كنائس تبنى، نشوف مساجد في كل شبر، في يوم الجمعة ينادى للصلاة، في كل مكان الشيعي يبقى في بيته يصلي مثل الثكلى، ولا يطالب بحقه أن يكون له مسجدا يصلي فيه ويقول يا علي يطلع للمنبر ويتكلم ويقول أقوال أهل البيت عليهم السلام. لا،
نبقى ونستمع لكل هؤلاء يتكلمون ويتحدثون. قال هريرة وقال فلان وقال عمر وقال ويعلمون أولادنا ويعلمون هكذا، يعني يفرض علينا الذل والمهانة. ليش؟ لماذا؟ لماذا إخواني؟ لماذا هذا الخذلان لأهل البيت عليهم السلام؟ من كيف سيقابلون إمامنا حجة عجل الله تعالى فرجنا الشريف؟ من الذي يكون له وجه كي يقول له لقد نصرتك إمامي؟ اليوم لو خرج الإمام عليه السلام، من سيقف فيقول نعم أنا نصرت إمامي، أنا عجلت في فرج إمامي؟ يستحقون، والله لا يستحقون. يعني أين نحن؟ أين نحن في كل هذه البقع من الأرض؟ هذه البقع من الأرض أين نحن؟ أين نحن الرافضة؟ لماذا لا نعلن رفضنا؟ لماذا لا نكون كلنا شيخ ياسر الحبيب؟ لماذا لا نكون كلنا شيخ ياسر الحبيب؟ يعني الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله ماذا فعل؟ يعني بدأ بنفسه بتكليفه فقط، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وتبرأ من أعداء أهل البيت فقط هذا. يعني ليش ما كل واحد فينا يكلف نفسه ويعتلي منبر ويتكلم ويندد ويجهر ببراءة بهؤلاء الأشخاص المجرمين المنافقين؟ لماذا هو التابع للكرار عليه السلام؟ نقول نحن أتباع الكرار، نحن الآن جبناء، وهؤلاء أتباع الفرار الجبان الحقير عمر يمنعوننا من أن نكون مثل يعني حتى من تكليفنا بالصلاة. يعني واحد يقرأ سورة الجمعة ويجد فيها الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا ليكون لكم مسجد، على الأقل مسجد شيعي مصلي فيه، اسعوا لكي يكون لكم حسينية. لا تقبلوا بأن أولادكم يتعلمون من هؤلاء، لا تقبلوا. إذا هو ما يقبل نهجك ويحاربك، لماذا أنت تقبل نهجه؟ نحن في بلد ديمقراطي نطالب حقوقنا، الإباضي عنده حق وعنده مسجد، وصاحب الذي ينادي بالثالوث الكنائس عنده مسجد وعنده كنيسة يصلي فيها. لو اليهود يريد يفعل ذلك في بلادنا، نحن لا نستطيع أن نكون حسينية واحدة. ننتظر من كي نكون لنا حق؟ والله ما نستحق، والله ما نستحق ظهور إمامنا، والله العظيم إحنا خذلناه وإحنا جعلناه هكذا. حتى الرافضة الآن، أين أنتم؟ أين أنتم بالله عليكم؟ انتفضوا، حتى على الأقل كل واحد يعمل بتكليفه. وأنا أطالب الجزائريين، لماذا لا ننشئ هيئة نطالب فيها بحقوقنا، نتكاتف لكل لنا اسم، يكون لنا حق حماية، على أقل حماية في بلادنا، يعني يكون لنا حق في هذا البلد نحبه ونريد أن نعيش فيه، نريد أن نكون فيه، ولكن أن يكون لنا حق مثلنا مثل غيرنا، أن نكون يعني نجهر ببراءة أبي بكر وعمر. ثم ماذا؟ يعني هل أنا مجبرة على أن أحب عمر وعائشة؟ لا، هذا ليس تكليف يا أخي. لو كان حتى على ميزانهم هم أننا أعانكم الله. أنا صراحة الأخوات من الجزائر حييهم على شجاعتهم، هناك أخت من الجزائر مرة ذهبت إلى مسجد في صلاة الجمعة وجهرت بلعن أبي بكر وقالت هو أول إرهابي في الإسلام، في وأوقفت خطيب الجمعة أمام المصلين، فلم نجد بصراحة أحد من الرجال أو النساء بشجاعة هذه الأخت من الجزائر. الله يحفظكم إن شاء الله أخواتي من الجزائر، ويثبتكم إن شاء الله، وينصركم ويزيدكم علم وفهم وإيمان إن شاء الله. من هو معنا؟ أحمد من الناصرية. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام وغاد رحمة الله. تفضل أحمد. لي مداخلة مع هذا المتصل السعودي. نعم تفضل. عليكم السلام أخ عبد الله، قواك الله غادي. نعم تفضل حياك أخوي. لي مداخلة مع هذا المتصل السعودي اللي قال علي بن أبي طالب ما معصوم. نعم. الإمام علي معصوم، وأنا أقول له بالقرآن مذكور، خليه يقرأ القرآن شوية يفتيم زين، لأنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان يمشي بواد النمل وكانوا معاه أصحاب قالوا له هذا تعرف عدده؟ يعني قال له ما أنا أعرف عدده، وأكو واحد ثاني يعرف عدده،
الإمام علي عليه السلام يعرف الذكور من الأناث العدد مالته، وآية مذكورة بالقرآن إنا أحصيناه في إمام مبين. أحسنت أخونا أحمد بارك الله فيك. عندنا منو من القاهرة؟ سارة اتصلت مرة ثانية من القاهرة. سارة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن مش تعطاني زي ما أعطاك الأستاذة اللي اتصلت من الجزائر؟ نعم تفضلي. ممكن مش تعطاني خالص لو سمحت أرجوك؟ أختي تفضلي بسرعة، الوقت عندنا متصلين آخرين. تفضلي تفضلي الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم. هرد على الشبهة اللي كثير الشيعة بيطرحوها خصوصا الشيعة قراتكم انتو، ولو سمحت ماشي. أول حاجة روايات أهل البيت في شرب بول الإبل عن أبي عبد الله قال: هذا ما دخله أختي، ما دخله. إذا الحين إذا بتطلعين كل الروايات وهذه، وأنا الحين لازم أروح أراجعها كلها وأعرف شنو مصدرها وأروح أجاوبك على كل شبهة تطرحينها، ما يصير. عندنا ردي على الكلام اللي طرحناه، ردي على الكلام اللي طرحناه. هديك مصادر راجل. لحظة أنت الحين ثمينية، الحين إحنا طرحنا موضوع زين، وخلينا إحنا المخالفين اللي يتصلون مثلكم زين نقولهم راجعوا هذا الكلام اللي طرحناه وحاولوا تناقشونا فيه. هذا كلام حضرينا تعبانين عليه طرحنا حتى تجاوبونا. أما إذا أنت تبي تجيبين لي كل الروايات وانا اروح افتح الانترنت ولا افتح هذه عشان اجاوبك على كل روايه، ما نخلص، يحتاج لي ساعات اذا قدرت اجاوب اصلا على كل الكلام اللي تطرحينه. فما راح اخليك تعدين شبهات على الفاضيه شكل من غير لا اجاوبها. فانت جاوبي على موضوع الحلقه نتناقش فيه ونعطيك مجال. تفضلي. خلاص ماشي مفيش مشاكل، بس انا موضوع اللي بقوله دي امر ما حد يطرحه ابدا خالص درس الثاني يعني. نعم وهرد بعدين، مش هقول مش حاجة ان شاء الله. شوفي انت شنو اللي طرحناه وردي، وحياكم الله، نستقبلك ونستقبل مداخلتكم ونعطيكم الفرصة الكافية. ولكن في موضوع الحلقة، احنا لما تقولين اعطيك فرصة نفس ما اعطيت الاخت، الاخت قاعد تطرح موضوع عام، تطرح موضوع عن الشيعة، عن هموم الشيعة، وهذه قناتهم. انا انت تجين بنت عائشة اعطيك فرصة مثل ما اعطيت بنت الزهراء عليها السلام، ما اعطيك تتكلمين، اعطيك تتكلمين بموضوع الحلقة. اما يتصل علي رافضي شيعي احطه على راسي والقناة كلها، احنا نقوم وهو يقعد، قناتهم هذه. اخ عبد الله انت تحطين راسك براس الشيعية؟ لا والله تشرفكم وتشرف طوائفكم كلها. اخواني المشاهدين من المخالفين، التزموا بموضوع الحلقة. هذا هو عمر، شنو قالوا مشايخكم؟ شنو تكلموا بلسانهم؟ بعظمة لسانهم بينوا أن عمر جاهل، عمر ما يعرف التيمم، عمر ما جاء يقتل امرأة لجهله بهذا الحكم بالنسبة للحمل. هذا موضوع الحلقة، هذا هو عمر، أعتقد مكتوب على الشاشة. لا تطفرون من موضوع الآخر، موضوع آخر. نعم علي من الجزائر. علي تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا من قنا يا عمي بكلمك. من قنا تفضل يا علي. الحلقة النهاردة إيه؟ شنو حياك الله أهلا وسهلا. تفضل يبا. الله هي الحلقة مباشر على إيه النهاردة إن شاء الله. عمي طالع بص للحلقة، بص كويس وشوف إحنا بنقول إيه، وحاول تتكلم على موضوع الحلقة. مشكور علي. عبد القادر من الجزائر، أنا متستغرب ثاني واحد يتصل يقول الحلقة عن إيه. يعني أنت متصل عشان تسألنا الحلقة عن إيه؟ أخو طالع الحلقة. السلام عليكم. عبد القادر وعليك السلام، تفضل. المهم أنتم تريدون أن تقولون بأن عمر لا يستحق الخلافة لأنه جاهل. نعم. على هذا هو قصدكم؟ نعم. ولكن لما ننظر للواقع الذي حققه عمر ابن الخطاب، يعني فعل الكثير للإسلام، فتح إيران وفتح العراق ووصل حتى إلينا إلى الجزائر، الشكر له. ماذا تريد أكثر من هذا؟ إذا كان يعني ليس بعالم بمستوى علي بن أبي طالب، ونحن يعني قليل القليل الذي ينكر هذا. علي عالم، سيدنا علي عالم، ولا نغلو فيه، نحن نحبه أحسن منكم.
علي ابن أبي طالب سيدنا وعالم، ولكن عمر ابن الخطاب قدر الله وشاء أن يكون الخليفة الثاني وفعل ما يستحق دخوله للجنة. لا أقول لك بأنه مبشر بالجنة، فعلى براير الآن يقولون لا إله إلا الله من الإيرانيين من العراقيين. لحظة عبد القادر، عبد القادر كأنك الآن نعم. أنت موجود في بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله، وخيرت بين شخصية مثل ما قلت فتحت البلاد وقادت الجيوش، وشخصية عالمة أعلم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله ويرجع لها في كل الأمور، وفي الشجاعة أشجع الناس، وفي القضاء أقضى الناس. من تختار؟ هل تختار الذي يفتح؟ يعني إذا مثلا نقول لك واحد، يعني نفترض أن عمر هو اللي قاد الجيوش وهو اللي جيش الجيوش وهو اللي قادها وهو اللي فتح، مع أنه هو كان جالس ولا يقود أي شيء، جالس في مكانه ولا قاد أي معركة، هم يذهبون يقولون روح هناك روح هناك، فنقول مو مشكلة هو اللي فتح هذه الأشياء. لا من تختار؟ لا تخرج إلى معركة، ولكن علي بن أبي طالب لم يتركها، قل الحقيقة. لا من تختار؟ أسألك سؤال، يعني الآن لما يجيك واحد عالم فاهم شجاع قوي كريم كل الأمور، ويجيك واحد مدحته أنت فقط بفتح البلدان، فمن تختار يا عبد القادر؟ اسمعني، أنا أقول لك الصراحة والصراحة والصراحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كل الروايات وكل الآثار يقولون بأنه لم يوصي يعني على المكشوف كما يقول، لم يقل علي هو خليفتي أو أبو بكر أو عمر. أتركنا من الرواية التي تقول لا تؤمنون بها لا أنتم ولا نحن، ولكن لما أخذ أبو بكر فلتة قال عمر، أبو بكر أخذ الخلافة فلتة قال عمر ونحن نؤمن، لأن كانت ستصرى فتنة، ثم أبو بكر ولا عمر لأنه يعرف معدنه. هل تلوم الأمة أم تلوم أبو بكر؟ أبو بكر ولا الأمة وقال لهم سأقول لربي يعني اخترت أحسنهم. هذا هي الواقع وهذه القاعدة، عليك أن تؤمن بهذا. قاعدة؟ شنو هي القاعدة؟ ما قلت قاعدة، ما قلت قاعدة يا حتى أؤمن فيها، شنو القاعدة اللي أؤمن فيها؟ القاعدة بأن بعد رسول الله كان أبو بكر ثم عمر ثم مو قاعدة، قصدك هذا اللي صار، اللي صار الواقع اللي صار، هذا اللي تقصده؟ هذا هو الواقع الذي هذا سؤالي هني. المهم هو صار خلاص، واقع موجود، كان حكم أبو بكر وبعدين حكم عمر بعدين عثمان بعدين علي بن أبي طالب حكم. زين أنا الحين أسألك سؤال، إذا أنت خيروك بين الأعلم وبين عمر منو تختار؟ يعني واحد ما يفهم شيء بالدين تخليه عندك حاكم، تدري شنو اللي صار؟ جاوب الحين وبعدين أنا جاوب. اسمعني، ما دام علي بن أبي طالب زوج ابنته أمك، هذا مو كلام عبد القادر، أنا أسألك سؤال تقول لي ما دام زوج، أنا بس أنت تدري شنو المشكلة ليومك هذا عبد القادر؟ بسبب رضاكم بعمر والحد الآن تدافعون عن جهل وقباء عمر، يحكم عليكم بتفليقة، يحكم عليكم محمد بن سلمان، يحكم عليكم السيسي، هذول اللي ما يفهمون كل شيء، حتى لو يجيكم هتلر ويجيش الجيوش ويفتح الفتوحات ويحتل نص العالم بالظلم بالقهر، هم تقولون هذا كان قائد ورضي الله عنه. بسبب انكم شنو؟ مقاييسكم مغلوطة يا عبد القادر. على الكرسي يحكم العالم يا انتوا، بس يقعد على الكرسي خلاص سمعا وطاعة، ما يصير يا يعني لازم تنكرون عليه، تشوفون انه ما يفهم. زين عمر واحد يصحح له، سكران يصحح حق عمر، حطوا لنا المقطع وخل عبد القادر على الخط، حطوا لنا مقطع سكران يصحح حق عمر، زعيم عبد القادر اللي هو عمر يصحح له سكران، حط لنا المقطع. انا قرأت سيرة عمر انه سمع اناس على شراب فتسلق من درجة ودخل عليهم في البيت، قال رجل يا أمير المؤمنين تجسست علينا ودخلت بلا إذن، والله سترنا وأنت ما سترتنا. قال عمر استغفر الله وأتوب إليه، ثم خرج وصعد ونزل، قال ثم حاكه ما استدعهم، ذكروا وهم في خلوة، وهم في خلوة في بيت يعني مر عمر يسمع الصياح ويسمع الرقص، تعرف السكران إذا يجيب أغاني علوم ويجيب دواهي، فأتى تسلق عمر يريد يأمن الدولة ويأمن العاصمة وما كان ينام رضا عنه،
فلما اتى الى هذا استكرار واقف بعد ما حسيت عقل شوي قال يا امير المؤمنين تسلقت علينا وتجسست علينا ولم تدخل ولم تدخل الباب فقير ما شاء الله وبعدين فصل الامر عبد القادر عمر يصاعد على سكران وهو سكران وقاعد يرقص وما ادري شنو وقال ايش قاعد تسوي؟ قال له شلون قاعد تتجسس علينا؟ ما يصير لا تتجسس ولا يصير تصعد علينا زين وتتهمنا واحنا قاعدين ببيوتنا، بعدين قال استغفر الله واتوب اليه، ايش رايك بهذه الفعله؟ ايش رايك بعمر يفهم ولا ما يفهم؟ يا عبد الله اسمعني اسمعني دقيقه يا اخي عبد الله تفضل. انت ماذا تريد من الحاكم؟ تريد العدل وتريد تحقيق العدل واقامه الدين، فعل كل هذا الشيء عمر، اقام العدل وفتح البلدان يعني حتى صحابي كان يخاف أن يصلي وراءه، قلت لك البارحة لماذا؟ لأنه عمر قبل أن يصلي ينظر وراءه إلى الصف، إذا رأى واحد معوج يا ويله ويا سواد ليله، انظر العدل. لو عندنا رجل كعمر والله لا أكلت من فوق رأسك وتحت رجلي ومن أي جنب، ولكنه جاهل عبد القادر، هو جاهل يقيم العدل وهو جاهل، هو جاهل واحد يفهم عشان يقيم العدل. على الجاهل يقيم العدل، هل انت قرأت التاريخ؟ هو جاهل، علماؤكم الان ينقلون احاديث تبين ان عمر جاهل. ماذا تقول؟ ماذا ترد؟ ما له دخل بعدل عمر المنسوب اليه. معه ولكن عنده وزير كعلي بن ابي طالب. ما عنده وزير، شنو وزير علي بن ابي طالب؟ كيفك يا عبد القادر خليته وزير؟ وزرته كيفك يا عبد القادر خليت علي وزير؟ خلنا ناخذ اتصال اخر. عبد القادر مشكور على مداخلتك، وان شاء الله نعطيك فرصه مره ثانيه. منو؟ ابو راقم من بغداد، تفضل. السلام عليكم اخ ابو راقم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه عليكم. الله ممكن اشارك؟ تفضل. انهم يدافعون على عمرهم، عمرهم ابن الصهاك الملعون على لسان رسوله وعلى لسان اهل البيت، ويتهمون الشيعة الابرار بانهم اتباع الفرس المجوس، وهم اتباع الفرس المجوس، وامتهم امة الجور ابو حنيفة الفارسي والمالك الفارسي واحمد بن حنبل الفارسي وباقي المجرمين من الفرس المجوس، هم اتباع الفرس وليس الشيعة. اخي لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى، سواء كان فارسي ولا هندي ولا صيني ولا ياباني، اذا كان متقي الله وخايف نحطه على عيننا وراسنا. الشيعة بانه نحن اتباع الفرس، وهم هذه تهمة جديدة، ترى هذه تو مسوينها عرعور مع عرعور، ما كانت من قبل. الأحبار وأبا هريرة هم يهود، ما في لا، هذه تهمة حق هذول للأسف تنازل للمستوى العلمي مالهم، قاموا يقولون فرسي وغير فرسي، عربي وفارسي. ولكن احنا لو كان واحد متقي الله حتى لو من أي دولة نحط على عيننا وراسنا. على الأراذل من عمر وأبا بكر وعثمان. مشكور أبو راقب على هذه المداخلة، مشكور حبيبي، نشكرك على مداخلتك. أمين من الأهواز، أمين، السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك شلون أحوالك؟ تفضل حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. أريد على هذا عبد القادر، من كان من السعودية ما أدري. من الجزائر عبد القادر. من الجزائر، على أن هذا راقوسهم السكران عمر بن الخطاب فتح فتوحات وما أعرف إيش، يعني خلي يجيب لي خمسة ما هو خمسة، اثنين اللي قتلهم عمر من الأبطال، وعلي بن أبي طالب بطولاته معروفة، ويعني خلي يجيب لي بس اثنين. وين بعد فتح؟ شو كان راكب الحمار أجلكم الله وبس، يعني روحوا هش وروحوا. شنو سوى؟ ذبوا نسوانهم قدام المجوسيين زين، وكل شيء يعني واضح. وأخي عبد الله أريد أقول لك، يعني فرد شو اسمه، هذا مو موضوع الحلقة، بس يعني انا بالاهواز هنا عندنا صارت فرد فاتحه، ورحت الملا كان يغرى ويا فرد غصه، يعني على فاطمه الزهراء يوم ما ضربها عمر الملعون،
مجاب لعلي بن ابي طالب يقول وقال لها شلون شيلي راسك ليش تستحين وهاي؟ قلت له انا ضربني هالملعون وعيني حمراء. ما يبسم هذا الملا، لو ما تعرضت له بالمجلس وقمت اصرخ عليه وسبيت عمر. المهم اتصلوا على البسيج وياخذوني وسووا ما سووا. ارد اقول لك يعني احنا ما عندنا لا عندنا برنامج لا ميكروفون الاهواز لا مثل منا اصلا ما حد قاعدين اذاعه احواز ونامات السعوديه تدافع عن حقوقنا، فما يصير يا اخي. احنا نريدكم انتم، ما نريد السعوديه وابناء عايشه الرضاعه تدافع عنه. يعني انا هسه قاعد احاكيك وتراعش كل بدني تراعش والله العظيم. يعني هنا مثل ما اختنا تفضلت مات الجزائر اكثر معاناتنا بالاهواز، ما حد يجيب طارينا يا اخي. ليش هيك؟ والله لا يا اخوي، يا انا والله والله سعيت بميكروفون الاهواز، سعيت اكثر من مره اني اسوي ميكروفون الاهواز، ولكن سبحان الله كل ما اكلم احد الاخوه من الاهواز يصير عنده ظروف وما يقدر يقدم البرنامج، واحنا ما نقدر نقدمه الا يكون واحد من ابناء البلد. نعم اخي عبد الله، انا متابع لكم، وفي كربلاء رحت الشرف لزياره امام الحسين زين، وهناك تعاركنا، يعني تعاركنا صار ضجه يعني وعركه كبيره بيننا وبين اجوا ربع الشيرازي، اجوا ربع الشيخ الحكيم، هذول ربع الخامنئي، وتعاركنا وياهم زين. وما رجعنا هنا ما نقدر نتكلم، يعني اقول لك اخس من البحرين واخس من كل مكان والله. التسوي هذا شو اسمه، وانا يعني المتصلين وغيره كلهم عندي، هذا اني هيئة خدام المهدي وايد عندي على التليجرام على الواتساب وايد عندني يعني الهواز. بس ما ان شاء الله، ان شاء الله الاخوه يتواصلون معاك يا اخوي، والله يوفقكم ويحميكم ويحرسكم، وان شاء الله توفق ان نسوي ميكروفون الهواز. ادعي لنا اخونا ايمن. الله يحفظك، الله يحفظك، سامحنا قضيت وقتكم حبيبي، ماجورين ان شاء الله. عطنا الاتصال. ابو زهراء من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم، من بابل. من بابل. تفضل اخوي ابو زهراء. شلونك اخوي عبد الله؟ الحمد لله بخير، الله يوفقكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا اردت ان تنظر الى ادم في عدله، ونوح في عزمه، وابراهيم في حلمه، وموسى في هيبته، وعيسى في زهده، فانظر الى علي بن ابي طالب. سلام الله على ابو الحسن. علي بن ابي طالب ما يراد له وصف. احنا ما عندنا، نقول لك شيء واحد بس، علي بن ابي طالب هو علي بن ابي طالب. الشيء الثاني بالنسبه لهذول الوهابيه والسلفيه والتكفيريه، نقول لك اولاد القوم ابناء القوم. هذا اللي اعتدى عليه قبل شويه، نستهضم مثل هيك نماذج تلفوها بهالقناه هذه. ونرد يعني على الوهابيه، هم اولاد عائشه، اولاد حيض، اولاد زنا، فما ماكو داعي واحد يتعب نفسه يا اخ عبد الله بالله الكريم. الله يعين حبيبنا ابو زهراء، مشكور على اتصالك، بارك الله فيك. علي من مصر، علي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هي الحلقه يا استاذي عشان احنا ما عندناش تلفزيون، احنا قاعدين بعيد بالبلد. انت ما عندك تلفزيون، شلون عرفت في اتصال وشلون تواصلت؟ والله ما في تلفزيون في العمل، انا مش في العمل يا حاج. الحلقه يا شيخ، الحلقه عن عمر ابن الخطاب. لا اقول لك معلومه صححها لك، معلش تسمع لي. تفضل. هو كان اسمه عمير. ايه اسمه عمير، كان يتسابق في الاسواق عمر ده. ايه في نور الابصار في مناقب على بيت النبي المختار. ايه فالمره بتقول له اصبحت امير مؤمنين يا عمر، كنت اسمك عمير وتتسابق في الاسواق، كان يكتري الاجر الرمزي يجيب حماره يجيب عنده. ايه انت مع حضرتك؟ ايوه. وبالنسبه للاخر كان يكلمك دونك اسامه في التليفون على سيدنا الامام علي. ايه سيدنا الامام علي ده كان فارس، سلام الله عليه. سلام الله على سيدنا الامام علي. هو كان للحرب وللمحراب وللمنبر. للحرب سيد القوم في الحرب، وما كانش حد يبارز ولا يسوي. فالمنبر كان خطيب وعالم بكتاب الله وعنده الايمان كله من حضره النبي. اي نعم. المحراب يزار في مكان وفي سيرته تشم ريحه عطر.
سيدنا الإمام علي. يا جماعة شبرة الخضرة الله يخليكم هناك هدوها شوية بسمع الله يخليكم. راح تشوفون شبرة الخضرة بعد شوية. إيه كمل علي. سيدنا الإمام علي ده سبحان الله اسم خفيف على المؤمنين ثقيل على الجماعة الضاغطين. إيه اسمه بيرعب الناس الضعفاء. أحسنت علي أحسنت أحسنت والله. بارك الله فيك على المداخلة مشكور. عاطف سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عاصف من الجزائر سلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الله. عاطف حياك الله أخوي عاطف أهلا وسهلا تفضل. حياكم الله. حبيبي عاطف تفضل. حياكم الله الأخ علي إبراهيم. حياك الله أهلا وسهلا أخي. كل هيئة خدام المهدي اللهم صلي على محمد وآله حبيبي. اللهم صلي على محمد وآله طيبين طاهرين وعجل فرجهم ولعن عداءهم. سيما أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. أحسنت مداخلتك عاطف. عبد النبي من مصر. عبد النبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل عبد النبي. أهلا بيكم يا إخوان العترة صوت العترة الطاهر. أهلا وسهلا حياك الله. أنا حياكم الله جميعا. إحنا فخورين بكم والله ونشكركم على المجهود العظيم اللي بتنشروه في سبيل الدعوة إلى نور آل محمد ونور الله عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الحمد لله. حطموا أصنام الملعون عمر والملعون أبو بكر والملعون عائشة والملعون حفصة. حطموا هذه الأصنام تحطيم إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أحب بس ألفت الانتباه لنقطة معينة. تفضل. الجماعة اللي بيدعوا إن هم من أهل السنة ما اكتفوش إن هم يساوي عمر بالإمام علي وما اكتفوش إن هم يساوي عمر بمولانا رسول الله بل استغفر الله العظيم يا رب يعني ناقل الكفر ليس بكافر ساوى عمر بالله سبحانه وتعالى وفضلوه على الله سبحانه وتعالى وإليك الدليل. نعم. أتذكر حديث عندما يقول عمر لي على الله ثلاث. نعم. المروي في كتب السنة. نعم صحيح. هذا الحديث يقول عمر إنه أتى بثلاث آيات صدقه الله تعالى من فوق سبع سماوات بعدها. صحيح. الآية فيهم آية تخص حجاب نساء رسول الله. نعم. والآية الثانية تخص الصلاة على المنافقين. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تطرقنا على هذه النقاط قبل حلقة. نعم. أعتقد أخ عبد الله. نعم أول أمس تقريبا. نعم أنا عايز أقول بس إن الله سبحانه وتعالى اتحدى البشرية إنها تجيب حرف من القرآن حرف واحد من القرآن لكن عمر بن صهاج بسلامته جاب لنا ثلاث آيات. يعني انا عايز اقول لي يعني عايز اقول للبكريه يعني انتوا مش واخدين بالكم من اللي انتوا بتعملوه ولا ايه. وعايز اقول لاخوان المصريين يا جماعه الطريق الوحيد الى الله هو سيدنا محمد رسول الله صلى وطريق الله سيدنا الله. محمد هو طريق آل بيته الطاهرين سلام الله عليه. وان شاء الله باذن وان شاء الله باذن الله قريبا جدا سوف يصدح من على مأذنة الأزهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله إلهي أمين. أحسنت. ولكي لا أطيل عليكم لضغط المكالمات ألف ألف شكر ليكم وحياكم الله على ما تفعلوه وإن شاء الله ثوابكم ستجدونه عند الله بإذن الله حبا من رسول الله وآل بيتي لكم وتوفيقا لكم حماكم الله يا صوت العترة الطاهر. والسلام عليكم. مشكور جدا على هذا الاتصال أخوي عبد النبي مداخلتك. عمر محمد من إثيوبيا. عمر محمد من إثيوبيا السلام عليكم. تفضل عمر محمد. نعم تفضل. نعم حياك الله تفضل. انا اكلم داهين هذا برنامج والله كويس اي نعم نسمعك نفهمك تفضل اكمل.
أنا بقي شوية شوية. إن شاء الله نفهمك. أكمل مداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل. انقطع عمر محمد من اثيوبيا. اخواني الواحد لما ما يفهم يقول انا ما افهم، ولكن مو أنا عشان انه ما يفهم وما يعرف يجاوب يروح يذبح ويأذي اللي الناس اللي يسألون اسئلة. عندي مقطع العمر انه واحد سأل راح مسكه لعن ابو خمسة، بس ما ادري خلنا اخذ الاتصال عندي ونطلع المقطع. أسامة علي من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شوكم شيوخ. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياك الله. هذول البكرية يتهمون الشعاب الغلو. ألو. نعم البكرية يتهمون الشعاب الغلو، هم يعني مسوين عمر بن الخطاب وأبو بكر أعظم من النبي. نعم أكمل. نعم مداخلتك أكمل. إيه نعم. هذا عبد القادر، يا ريت عمر بن الخطاب يفتح عقله شوي حتى يفتهم. 24 ساعة ما عنده غير الفتوحات وال. أحسنت، مشكور. أخونا أسامة من البصرة، حطوا لنا مقطع مال عمر شلون ذبح لريال حتى بس سأل سؤال. مثل ما شفتوا اخواني الاعزاء، هذا عمر شنو سوى بهذا الرجل؟ طبعا اول بدايه شيء يذكر، هو قال هذا شخص عراقي، المفروض العراقيين يطلعون مظاهرات ضد عمر وحكم عمر، لان عمر كان شويه عنصر على العراقيين الظاهر من هذا الكلام. هاي وحده. الشغله الثانيه، الرجال ابتلع على روحه يا اخي، سال خذيته ودقيته وجرحته ورجع طاب وخذيته ودقيته، ما صار سال شنو العنصريه وشنو هذا القمع للفكر. هذا ما كان في حلقة اليوم، وننتقل إلى فقرة المكتب مع الأخ محمد أبو سلطان إلى فقرة أخرى. فدك بلس. حياكم الله أخواني الأعزاء في فقرة المكتب، وإن شاء الله نأخذ وياكم جولة سريعة على الموقع، وهو الموقع الخاص برؤى ومحاضرات الشيخ الحبيب. هذه الصفحة الرئيسية إذا تظهر على الشاشة، وبأقسامها العربي والفارسي والألماني والإنجليزي. اليوم إن شاء الله راح أعلم الأخوة الذين يعني يبحثون أو يريدون مثلا يسألوا سؤال من خلال من خلال إرسال السؤال الموجود في أعلى الشاشة من جهة اليسرى. هنا بإمكانكم من خلال هذه الخانة إرسال سؤال. هنا مكتوب عندكم سؤال، تكتب اسمكم مثلا محمد، البريد الإلكتروني. أخواني أنا أريد أن أؤكد على الأخوة الكرام الذين يرسلون أسئلة أن يضعوا إيميلا أو بريد إلكتروني صحيح، لأن إذا وضعت إيميل خطأ بطبيعة الحال لن يصلك الجواب، وهذا حدث لنا كثير. أسئلة كثيرة نرسل لهم الجواب، ولكن بعد لحظات يأتي إلينا بريد إلكتروني آخر أو كتنبيه يقول أن هذا الإيميل غير موجود، هذا البريد الإلكتروني غير صحيح. فلابد أن تكتب هذا الإيميل بشكل صحيح. مثلا خلنا نكتب إيميل القطرة، وهو القطرة@gmail.com. لابد أن يكون الإيميل صحيح، وفي الخانة الثانية تأكيد البريد الإلكتروني. لا أنصح أنكم تنسخوا الإيميل، يعني ما تروح تسوي نسخ ولاسق. نسخ ولاسق ربما أحيانا أنت فاتك حرف أو أخطأت بس ما انتبهت، فإذا سويت نسخ ولاسق
نفس الشيء راح يكون الإيميل خطأ، ولكن أنا أنصح أنك تكتبه كما هو، يعني مرة أخرى تكتبه تطبعه القطرة@gmail.com. الموضوع هني تكتب سؤال، مثلا خلنا نقول زنا عائشة، مثلا هني في نص السؤال تكتب ما هو دليل على زنا عائشة باختصار يعني، وترسل بالضغط هنا أرسل، يرسل السؤال، يرسل لكم سؤال، مثلا هنا تظهر لكم هذه الرسالة، تم إرسال رسالتكم بنجاح، سيتم الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن، شكرا لحسن تواصلكم. هذا من ناحية أولى. خلنا نشوف لو كتبنا مثلا الإيميل بشكل خاطئ، إذا يظهر بشكل صحيح أو واضح نكتب القطرة@gmail.com. زين، خلنا هني نكتبه غلط @gmail.com. هني نفس الشيء، خلنا نقول زين عائشة، هني نكتب نفس الشيء، خلنا نكتب تست الآن، وإذا ضغطنا أرسل سوف يظهر لك هذا، يرجى التأكد من البريد الإلكتروني. ولكن لو أنك نسخت هذا، لو كتبت هنا إيميلك خطأ، مثلا لو جعلت نفس هذا الإيميل هنا كتبته، ومن ثم في هذه الخانة تأكيد البريد الإلكتروني سويت لسق، زين راح يجيك الموضوع زنا عائشة، نص السؤال تست، وضغط على أرسل السؤال، شنو راح يصير إخواني؟ راح يرسل، يعتبره صحيح الإيميل، وبالتالي إحنا لما نروح ونجيب أو الأخوة يجيبون على سؤالكم لن يصلكم هذا السؤال، لأن البريد الإلكتروني غير صحيح. فأتمنى هذه النقطة رئيسية، يعني عشرات الأسئلة لا تصل إلى الأخوة بسبب هذه المشكلة، هذه إن شاء الله تكون واضحة. بالنسبة إلى البحث، خلنا نروح إلى هذه الخانة، خانة البحث. هنا تشوفون عندي أنا كثير من الأسئلة، اكتبوا فقط الكلمات المفتاحية. مثلا دائما الأخوة يسألوا عن زواج عمر بن الخطاب عن أم كلثوم، الكاميرا أبو جمال بارك الله فيكم، مثلا دائما يسألون عن زواج عمر بن الخطاب من السيدة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام. هذا شوف هنا، هذه الأسئلة كثيرة، اكتب فقط أم كلثوم واضغط انتر، سيظهر لكم هني سؤال، هل زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر؟ وتقرأه بطبيعة، تضغط عفوا عليه، وجواب مفصل سوف تجدونه من مصادر أهل الخلاف ومن مصادرنا. مثلا زنا عائشة، مرة أخرى لأن السؤال مكرر، اكتب فقط في هذه الخانة زنا عائشة، سوف تظهر لك أجوبة، عشرات الأجوبة حول تتعلق بزنا عائشة. مثلا هذا، هل ارتكبت عائشة الزنا؟ هناك اشكالات على قولكم بزنا عائشة، فما ردكم؟ وغيرها من الأجوبة المتعلقة، ما هي الفائدة من الاعتقاد بزنا عائشة؟ وغيرها من الأجوبة المتعلقة بعائشة او بزنا عائشة. مثلا تحريف القرآن، هذه ايضا أسئلة متكررة جدا وموجودة الأجوبة، فقط اكتب في هذه الخانة تحريف القرآن، سوف تجد تظهر لك هذه القائمة، منها النواصب يصرون بأننا نقول بتحريف القرآن، هل هناك قول لبعض علمائنا بتحريف القرآن؟ وهل هناك من المخالفين من يقول بتحريف القرآن؟ هل كان العلامة المجلسي يقول بتحريف القرآن؟ تقولون أن المهدي سيرتب القرآن حسب النزول، هل سمعت السيد المرجع الشيرازي يعتقد بتحريف القرآن؟ وماذا عن الشيخ المفيد قدس سره؟ وغيرها من الأجوبة التي تتعلق سواء بتحريف القرآن أو
القرآن نفسه. طبعا حتى تستطيع حصر الأجوبة حول الأمر المتعلق ضع الكلمات المفتاحية في بين علامتي تنصيص، هذه العلامة التنصيص إذا تشوفوها، وبعدين اضغط مسافة، اكتب مثلا تحريف القرآن، ومن ثم مسافة، ومن ثم تضغط علامة التنصيص مرة أخرى واضغط انتر. سوف تتقلل الأجوبة، وسوف تكون الأجوبة الخاصة فقط التي تتحدث عن تحريف القرآن. هذه ميزة يمكن البعض لا يعرفها، وهي مأخوذة من البحث في محركات البحث كجوجل مثلا. يعني علامة تنصيص مسافة، ثم الكلمة المفتاحية، ثم مسافة، ثم علامة التنصيص. إن شاء الله هذه تكون إخواني استفدتم من هذا الأمر. وننتقل إلى فقرة تمثيليات مع الأخوة أبي رضا وأبي رائد، وننتقل إليهم إن شاء الله. فدك بلس ونص البرتقال، الف ونص البرتقال، بألف الموز، بألف الموز، الف ونص البرتقال. سلام ورحمة الله على عمي، وزني كيلو، خادم عمي، خدمتك أبويا. هلا بيهم، هلا بيهم، هلا بيهم، هلا بيهم، هلا بيهم. تفضل 2000 دينار عمي، 2000 دينار، لأن 1000 وربع كيلو ربع صار بويا. دعوة، يلا عافيتك، هلا بيك. موزين شبي موزين بويا، شبي موزين، انطيتك من وجه البسطية مالتي عمي. شنو خايس؟ شوف شلونه. يلا عمي، يلا عمي، ياهل يجي دردم علي. الله وياك، يلا. ألف ونص البرتقال، ألف الموز، هلا بيهم، هلا عمي. سلام غاتي، هلا كيلو موز بويا، خادمك. يا الله، هذا كيلو موز، شو تريد بعد عمي؟ قول خادمك، عمي قول. عمي عمي هذا خايس، عمي عمي الله وكيلك، هذا حطيت لك اياه من الوجه، تفضل. شلونه؟ شهو حق يا اهل يجي دردم علي. يا عمي تفضل، اعطيني، اعطيني حسابي ابويا، اعطيني حسابي. هذا مو كيلو، هذا ربع كيلو. اعطيني عمي، رحم الله والديك، هذا كيلو حطيته بالميزان يا عمي. يلا ابويا، يلا عمي، الف ونص ابويا، الف ونص، الف ونص. هلا بهم، هلا بهم خيار. عمي كم كيلو ابويا؟ هلا بهم، هلا بهم، نص كيلو عمي، انا بخدمتك ابويا. يا الله يا الله يا الله يا رزاق يا كريم، يا الله يا الله. شنو هذا بس الطق ده وصفاته؟ مولاي عمي هذا مش هذا، هذا الميزان مالتي، تفضل هذا، تفضل هذا يا عمي، هذا الميزان دق له ما دق مو قدامك يا ابويا. خادم مكاني، خادمك، الف ونص ابويا البرتقال. هلا بهم، هلا، لا اله الا الله، هلا بهم، هلا بهم، هلا بهم. شوف شلون برتقال عمي، مالي دياله. سلام، هلا بالشيخ، هلا ابويا، هلا شيخنا، اهلا وسهلا، هلا بالشيخ مولاي. موزات بالله، ايه بخدمتك، خدمتك، خدمتك شيخنا. يا الله يا الله، وين راح هذا صانعي؟ يا الله يا الله، ايه زينات، زينات بالله. طبعا اني اما قلت لكم بصراحه هذه فد فرصه، اتفقت ويا الاخوه اللي اشتروا مني، اكو شيخ بالمنطقه، قلنا هذا الشيخ نريد نراويه على اساس احنا نغوش ونسرق بالميزان، بس احنا ما يدرون افلامنا اهل فدك بكل مكان واقفين لهم، حتى نوديهم يعرفون الحق ويحجون الحقيقه. فلقفنا هذا الشيخ بالسوق، وخلينا نشوف شو نسوي فيه. هلا شيخنا، هلا. هذا اليوم راح، هذا كيلو مولاي، كيلو موز، امر خدمه بعد عمي شيخنا. حط لي تفاحات بويا، مش قد بويا، كيلو شيخنا. كيلو وين؟ كيلو، كيلو وين؟ تفاح بخدمتك شيخنا، هذا هم التفاح. شلون تفاح عمي؟ هذا تدري مني انه جاي من اسبانيا. كيلو وين يا عمي؟ اي ابوي هذا، خل اشد الكيس. يا علي يا علي، هلا بالشيخ، مية هلا بيك. برتقالات عمي كيلو وين؟ برتقالات عمي بخدمتك، اعطيني كيس، هذا صانعي ما ادري وين ودك كياسه اليوم. يا الله يا الله، هاي هم البرتقالات يا عمي، كيلو لا كيلو وين بويا؟ كيلو وين؟ كيلو وين؟ كيلو وين؟ هذا دق الميزان، خاد مكاني. دق الميزان يا الله يا الله، هلا بيهم، هلا بيهم. هذول البياع، يلا عمي، يلا عمي، يلا عمي، ليش البياع يشدون العلاقة حتى ما تبين؟ هلا بيهم، شوف بينه. شنو عمي هذا؟ مولاي هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ اي با شنو هذا؟ شنو هذا؟ منو حط لي اياه؟ مولاي شيخنا، وجه تشوفه، وجه وجه شوف شلون، شلون موز عندي باوعه، ليش عمي شلون باوعه يا عمي؟
التياهل يجي يدردم علي يا شيخنا الله يخليك. عمي اتق الله. عمي بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين يبوقون بالميزان. انت ما سامع هاي الآية شيخنا؟ نعم مو بس هذه عمي، بعدك آيات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عمي أنت الآن هذه الكيلو اللي قلت لي عليها بالله شيكني اياها، حتى ما به كيلو ونص، تفضل يا عمي. هذا ميزانك الدقدقة هالشكل هذا عمي، هذا ما يصير يا عمي، هذا دق الميزان. هسه شباب قضوني بالسوق وقالوا يا عم شيخني تعال لهذا الرجل هذا جاي يسرق عيني عينك وبالميزان. يا عمي خلنا نفتهم شيخنا الحديث يا عمي، ما تدري انت من غشنا ليس منا، يعني انتم شلون تاريها وياكم شيخنا؟ تضل علاقه وشدها وهذه وسعاتكم غاليه شيخنا الله يخليك. هسه انت ذكرت لي الايه الكريمه ويل للمطففين، وذكرت لي الايه الثانيه الكريمه واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وذكرت لي فمن ومن غشنا فليس منا. شيخنا الغالي الله يخليك، انت جاي على ابو البرتقالات والتفاحات والموزات، انت شوف نفسك يا خطباء يا من تدعون يا معممين. يا شيخ روح شوف نفسكم، انتوا مثل ذيك المقوله اللي تقول فساد العالم بفساد العالم، اذا فسد العالم فسد العالم. شيخنا فسدتوا الناس، غشيتوا الناس، وهمتوا الناس، كله باسم تقية مغلوطة، كله باسم غش، وكله باسم مولانا. هذاك اليوم أنا حاضر لك منبر، حاضر لك مجلس، أنا سمعتك تقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إيه وجهك هنا، خلي يشوفوك الناس، خلي يشوفوك الناس على المنبر. أنا سمعتك تقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للرسول صلى الله عليه وآله إن الله طهرنا عليك كيف لا يطهر عرضك. من جبت هذا الحديث؟ هذا كذب، هذا غش. لو ذاك يجيني يقول ماكو فرق ورسول الإمام علي وعمر ولد عم، من ولد عم؟ وين خيسة عمر ونذالة عمر ونسب عمر الابن الزنا ويا أمير المؤمنين علي عليه السلام الطاهر الطهر المطهر؟ من جبتوا عمي هذا السوالف؟ عمك بهاي القضايا، هاي قضايا احنا مختصين بيها وعلمائنا وخطبائنا وشيوخنا، يعني تحاجيجني شيخنا؟ شيخنا ذاك اليوم الكفايه وعوكم عجيب شيخنا ذاك اليوم انت نعم. نفسك انت نفسك بالمجلس اللي بالحي انا وياك قاعدين بيه بحي القادسيه مدري ايش يسموه كان، لما نجينا كنت تقول شنو انتم على اساس قال الصادق عليه السلام انتم تسبون او تلعنون في الكوفه ونحن نقتل بالحجاز، منين جبته؟ واذا اني اروح اطلع لمسماحه الشيخ ياسر الحبيب في قناه فدك وصوت العتره اشوف الحديث انه علماء من الحجاز يرسلون رساله الى المحقق الكركي رضوان الله عليه. انت سويته للصادق، هذا مو كذب مو غش على الناس يا شيخ. هذا شلون انا عجيته طيح الناس هو طيحني. عمي انت هذا الحكي منين جايبه هذا؟ شيخنا مولاي بعد ماكو شيء ينظم، هذا التدليس وهذا الكذب وهذا باسم التقيه المغلوطه، هذا بده يصير يا شيخ، هذا ما يجوز ما يصير. انكشف وانكشفت كل الحقائق بوجود قناه فدك وصوت العتره وشيخ ياسر. بعد مولانا الان هسه انت تحاججني وتقول هاي الاحاديث مالتنا موجوده، اعطيني سندها. أنا من حاججك أعطيك سند، أعطيك مصدر، أعطيك كل دليل. إحنا سندها من خطباء المنابر نسمعها وتعلمناها من خطبائنا وشيوخنا. مثل منو؟ أنت مين تعلمت؟ مثل منو؟ يعني. مثل منو؟ قل لي مولانا، يعني شنو أنتم ببغاءات؟ كوبي بيست قلت أبو يقول، يعني تجيب تسمع مثل الببغاء تقول الحسين عليه السلام بكى على أعداء بكربلة، من جايب هالوائلي؟ هسه تقول لي قل لي إياها. إيه انت عمامتك هالكبرها وجايني وجايب لي سوالف الوائل وجاي عندك غيره يقول بكى على اعداء بكربلاء. وهذا تعلمناه يا عم، تعلمناه. قريت حققيت قريت حققيت شيخنا الله. النتيجه يعني انت تبقى تغش بالعالم وانت شو اسمه قاعد
تعلمني خلنا اتعلم منك شنو تعلمت انت شيخنا علمني الروايات اللي اعطيتك اياها شنو المصادر عندك اسانيد احنا نعم نتبع نحقق لما نستمع للقناه لسماحه الشيخ الحبيب نروح ونتبع ونبحث وإلا بالدليل وبالمصدر وبالسند الصحيح وحتى ننقل الرواية والحديث ما نتحدث ببغاءات مثل جنابكم شيخنا لا إله إلا الله عمي أنت ألقيت الحجة علي وأنا بصراحة إيدي بيدك ونروح أنا وياك وين إلى فدك إلى فدك يا إلى فدك فدك بلس مسألة 1656 إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من رباعية الآن الإمام في الصلاة الرباعية ودخل المأموم في الاقتداء بالإمام يلزم السجدتين في ركعته الثانية التي تكون الركعة الثالثة للإمام هنا هو دخل مع الإمام في الركعة الثانية وبعد ذلك هي تكون الركعة الثانية للمأموم والركعة الثالثة للإمام أن يتشهد بما هو واجب ويجوز له أن يأتي بمستحبات التشهد ما هي مستحبات التشهد؟ أن يقول أشهد أن علي نعم الولي أو أنه يقول اللهم ارزقني شفاعته عندما يقول هنا اللهم ارزقني شفاعته يوم القيامة هذه من مستحبات التشهد عندما يقول وتقبل شفاعته وارفع درجته من مستحبات التشهد فهنا في هذه المسألة عندما أتي الإمام دخل في الركعة الثانية وأنا دخلت معه في الركعة الثانية هنا الإمام تشهد أنا لا أتشهد أتجافى أرفع يدي ورجلي هكذا في أنه اليدين أضعهما على الأرض في الأصابع وأرفع الركبتين أرفعهما وتبقى الرجلين صدر الرجلين على الأرض فهنا يصبح التجافي بعده الإمام يقرأ التشهد أنا أتهيأ للقيام أقوم الإمام سيقرأ التسبيحات الثلاث أنا سأقرأ سورة الحمد وإذا أمكن الوقت سورة قصيرة بعده الإمام سيركع ويسجد للدخول في الركعة الثالثة ما هو تكليفي عندما يدخل الإمام في الركعة الثالثة الإمام سيقوم إلى الركعة الرابعة أنا أبقى جالسا لأتشهد أقرأ التشهد لأن أنا دخلت معه في الركعة الثانية ولم أدخل معه في الركعة الأولى فهنا يقول إذا دخلت معه عليك أن تقرأ التشهد بعدها يقرأ الحمد والصورة ويترك الصورة إذا لم يتسع الوقت لقراءتها ويلتحق بالإمام وإن لم يتسع الوقت لقراءة الحمد فإما أن يكمل الحمد ويلتحق بالإمام حيثما أمكن أو ينوي الانفراد ويعمل حسب وظيفة المنفرد إذا ما استطاع أن يلتحق بالإمام في ركوعه وسجوده هنا عليه أن ينوي فراده ويكمل صلاته مسألة إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من الرباعية يلزم عليه بعد الجلوس من السجدتين في ركعته الثانية أن تكون الركعة الثالثة للإمام والركعة الثانية للمأموم أن يتشهد بما هو واجب ويجوز له أن يأتي بمستحبات التشهد ثم ينهض لإتيان ركعته الثالثة فإن لم يتسع الوقت لتكرار التسبيحات الأربع ثلاثا أتى بها مرة واحدة والتحق بالإمام في الركوع هنا إذا أنه تشهد هو في الركعة الثانية والإمام أراد أن يكمل التسبيحات فما استطاع أن يلتحق بالإمام في التسبيحات الثلاث أن يقرأ التسبيحات الثلاث فماذا عليه؟ عليه أن يقرأ التسبيحة واحدة مرة واحدة حتى يلتحق بركوع الإمام وينال أجر هذه الصلاة صلاة الجماعة مسألة 1557 إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وعلم المأموم بأنه لو اقتدى وقرأ الحمد لم يدرك الإمام في الركوع هو دخل الآن مع الإمام الإمام في صلاته ودخل مع الإمام في صلاته وكان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة
وهنا علم المأموم أنه لو اقتدى وقرأ الحمد لم يدرك الإمام في الركوع، يعني دخل ولكن علم أنه إذا قرأ الحمد لا يستطيع أن يدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوبا أن يصبر ولا يدخل حتى يذهب الإمام إلى الركوع ثم يقتدي به في الركوع. هنا وجدت الإمام ورأيته أنه قرب إلى أن يركع، فهنا علي أن لا أكبر، الأحوط وجوبا أن أنتظر حتى الإمام يدخل إلى الركوع فأكبر وأكمل الركوع معه. مسألة 1558، إذا اقتدى الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، هنا دخل مع الإمام واقتدى به هذا المأموم في الركعة الثالثة أو الرابعة، يلزم أن يقرأ الحمد والسورة إن وسع الوقت لهما، وأما إذا لم يسع الوقت للسورة لزم أن يتم الحمد ويلحق بالإمام في الركوع، لأنه هنا يلزم عليه أحوط لزوما أنه يكمل سورة الحمد، لا يقطع سورة الحمد لكنه يستطيع أن يقطع السورة القصيرة. مسألة هنا أنا أقرأ لأنه أريد أن أدخل في الحلقة القادمة فيما يشترط في إمام الجماعة، فعذرا لسرعة القراءة وسرعة التفصيل في الشرح. هنا مسألة، مسألة 1559، إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ويعلم بأنه لا يدرك الإمام في الركوع لو أتم السورة أو القنوت، فإن تعمد إتمام السورة والقنوت ولم يدرك الإمام في الركوع أدركه في السجود وصح صلاته. هنا أدرك الإمام، دخل في الإمام وهو أثناء القراءة، أثناء القراءة اقتدى به وهو في الركعة أو الركعة الثالثة أو الرابعة أي في التسبيحات، فهنا عندما دخل والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة في التسبيحات منها ويعلم أنه لا يدرك الإمام في الركوع لو أتم السورة سورة الحمد أو القنوت الذي هو في الركعة الثانية يقنت، فإذا تعمد، هنا تعمد أي يكمل السورة أو يقنت، فهنا يقول لأنه التحق في الإمام وهو أثناء التسبيحات، فهنا يقول إذا ما أدرك الإمام في الركوع وأدركه في السجود يقول سيد المرجع صحت صلاته. مسألة 1560، من اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وكان مطمئنا إلى أنه لو شرع في قراءة السورة أو أتمها أدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوبا أن يشرع في السورة أو يتمها لو شرع فيها. هنا أطمئن أنه إذا دخل في قراءة سورة الحمد أنه سيتمها ولا يقطعها، فهنا يقول السيد المرجع أحوط وجوبا أن يشرع في السورة ويتمها حتى أنه يلتحق بالإمام في الركوع. مسألة 1561، من اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وتيقن أنه يمكن إدراك ركوع الإمام لو قرأ السورة صح صلاته، لو قرأ السورة ثم لم يدرك ركوع الإمام، لماذا؟ لأنه عنده يقين أنه سيدرك الإمام ولكنه لم يصح منه ذلك، لم يكمل سورة الحمد، فهنا يقول السيد المرجع حتى لو ما أدرك الإمام في الركوع لأنه قرأ في سورة الحمد ولم يقطعها يقول تصح صلاته، صح صلاته ولو قرأ السورة ولم يدرك ركوع الإمام. مسألة، إذا كان الإمام واقفا ولا يدري المأموم في أي ركعة يكون الإمام، يجوز للمأموم أن يقتدي به ولكن يلزم أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، هنا لا ينوي أنه بقصد هذه الصلاة إنما يقرأها بقصد القربة المطلقة لله عز وجل، وإن علم فيما بعد أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية صح صلاته، لأن الإمام أنت تقتدي به في الركعة الأولى والثانية، أما الركعة الثالثة والرابعة فأنت تقرأ كما يقرأ الإمام التسبيحات، لكن الركعة الأولى والثانية تكتفي بقراءة الإمام للسورة الحمد والسورة القصيرة. مسألة 1563، إذا لم يقرأ الحمد والسورة باعتقاد أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ثم تبين له بعد الركوع أن الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة صح صلاته، لماذا؟ لأنه كان يعتقد بذلك، يعني اعتقاده وظنه أنه الإمام في الركعة الأولى والثانية ولكن تبين أنه في الثالثة أو الرابعة صح صلاته، ولكن إذا علم ذلك قبل الركوع قبل أن يركع علم أن الإمام لا
هو في الركعة الثالثة أو الرابعة لزم أن يقرأ سورة الحمد والسورة القصيرة قبل الركوع، لأنه علم قبل الركوع، والسورة إن وسع الوقت لكليهما. وأما إذا لم يتسع الوقت لكليهما اكتفى بقراءة الحمد فحسب، وألحق نفسه بالإمام في الركوع. إذا ما أدرك الوقت لسورة الحمد وسورة قصيرة ألحق نفسه فقط بسورة الحمد وألحق نفسه مع الإمام في الركوع. مسألة 1564، إذا قرأ الحمد والسورة ظنا منه بأن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، ثم تبين له قبل الركوع أو بعده بأن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، أيضا صحت صلاته. وأما إذا علم في أثناء قراءة الحمد والسورة لم يلزم إتمامها. إذا علم أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لا يلزم عليه إتمام سورة الحمد والسورة القصيرة. لماذا؟ لأن الإمام هو إمام وينوب عنه في قراءة الحمد والسورة القصيرة، عليه أن يقطع فورا، لا يلزم عليه أن يتم الحمد والسورة القصيرة. مسألة 1565، إذا قامت جماعة والإنسان في صلاة مندوبة مستحبة، رأينا هناك صلاة جماعة أقيمت وأنا أصلي صلاة مستحبة، فإذا أريد أن أدرك الجماعة، فإذا كنت أنا في الصلاة الرباعية مثلا علي أن أنوي أنها صلاة ثنائية، أنها ركعتين، وأكمل وأسلم وأقوم ألتحق بالجماعة، لأن ثواب الجماعة أعظم من الصلاة المستحبة المفردة. فهنا يقول: فإذا لم يطمئن إلى أنه سيدرك الجماعة ولو أتم صلاته المندوبة، هذا استحب أن يترك الصلاة المندوبة ويلتحق بالجماعة، بل إذا لم يطمئن بأنه سيدرك الركعة الأولى استحب له أن يفعل ذلك أيضا. يعني حتى لو أنه علم بنفسه أنه لو أكمل الصلاة لا يدرك الركعة الأولى، فعليه أن يقطع صلاة، أي أنه ماذا يفعل؟ يقول عليه أن يترك الصلاة المندوبة، يقطعها ويلتحق بالجماعة لفضل الجماعة وعظمته عند الله وعند رسوله وعند أهل البيت عليهم السلام. مسألة: إذا قامت جماعة وهو مشتغل بصلاة يومية ثلاثية أو رباعية، فإن لم يذهب إلى ركوع الركعة الثالثة ولم يطمئن إلى أنه سيدرك الجماعة لو أتم صلاته التي بيده، استحب أن يعدل من الرباعية إلى الثنائية بنية الصلاة المندوبة الثنائية ويتمها ويلتحق بالجماعة. يعني هو يصلي الصلاة الرباعية مندوبة، فهنا يقول يستحب أن ينوي من الرباعية إلى الثنائية ويتمها ويلتحق بالجماعة. المسألة الأخيرة وما بعدها حتى أنه أنتهي إن شاء الله تعالى، ولو تأخرت لكنه حتى أدخل فيما يشترط في إمام الجماعة. إذا تمت صلاة الإمام ولم يزل المأموم مشتغلا بالتشهد الأول أو بالسلام الأول، لم يلزم عليه أن ينوي الانفراد. إذا بقي مشتغل في التشهد فيستطيع أن يلتحق بالإمام ولا ينوي الانفراد، صلاة الفرادة. مسألة الأخيرة: من تخلف عن الإمام بركعة يستحب له عندما يأتي الإمام بتشهد الركعة الأخيرة أن يتجافى بأن يضع أصابع يديه على الأرض وصدر قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عن الأرض ويصبر حتى يسلم الإمام وينتهي من الصلاة، ثم يقوم ويتم صلاته. إذن نعود إلى الزملاء مع الفقرة الأخيرة. فدك بلس مسابقة القرعة، نذكر الأخوة بسؤال المسابقة. سؤال هذا اليوم أخواني: ما ثواب من يحلل الميت عن الدين؟ هذا هو سؤال هذا اليوم. عن دينه أو عن الدين، يعني إذا كان واحد مديون حق شخص زين وهذا الشخص مات، فاللي يحلله شنو الثواب اللي راح يروح له؟ الجواب موجود في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، حطوا لنا الجواب وإقراها حجي. الجواب عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى، فقال: ويحه، أما يعلم أن لكل درهم عشرة، إذا حلله فإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم. يعني 10 أضعاف إذا واحد طالبه بفلوس، إذا ما تبي تحلله راح تأخذ الدرهم، ولكن إذا حللته راح تأخذ 10 أضعاف إن شاء الله. فهنيئا لمن يحلل الميت عن دينه. وأجاب على هذه المسألة عدد من الأخوة،
نجري القرعة بينهم. جاهز القرعة أخواني؟ ما شاء الله، نجري القرعة بينهم. ما شاء الله، ثالث مرة تفوز الأخت بتول الشيرازي، ثالث مرة تفوز، فازت مرتين وهذه ثالث مرة تفوز الأخت بتول الشيرازي، الله يوفقها إن شاء الله. الكتاب يعني الحين صار عندها كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة وكتاب تحرير لسان الشيعي، تختار كتاب هي بالعراق أعتقد ذا بالعراق، في كتاب التوطيات التسعة، في كتاب حل الإشكال، تأخذ الأخت بتول بارك الله فيها. هذا أخواني نهاية حلقتنا اليوم، تقدرون تشاهدونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وهذا اليوم راح يكون نهاية الأسبوع، وإن شاء الله نرجع معاكم في بداية الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، خمس أيام بالأسبوع في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله تعالى.